معلم جا 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 جا. العداد سعيد صفر الشرطي لك سعيد قوم 25 ميكانيك لك سعيد خلصني شو صارت الساعة 5 لا لسه ما صارت بس قوم شوف السيارة شو صار فيها أنو سيارة سيارتك يمكن فات فيها كاميون وشو عرفك إنه كاميون لك سمعت الصوت طلعت من الشباك أخذتي رقمه منين بدي شوف رقمه بالعتمة لكن حي بالحارة خدي معك بيل ضوي له إلا بين ما أطلع البيل بيكون هرب على الزبداني يعني أنت في مرة أخذته من محله ورجعته شو بدنا نقول للرجال هلا السيارة شو أحوالها الدولاب مكسور والطبون مطبي على بعضه يا حبيبي مشان تكمل لو الدولاب مو مكسور كنت دفشتها لقدام بيته وحطيتها وهربت ما في خواص قليل الحظ عضوا الكلب بالمولد الله لا يوفقه مين صاحب السيارة؟ لك لا الكاميون شو بدي اقول؟ انا اول شغلة حذرتك منها شو هي؟ اني ما بيت السيارة عندي ايه انا كان بدي مصلحتك بالدرجة الاولى حاسب حساب هيك شغلة هلا اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب شو بنقدر نعمل؟ مبينة بتروح بتحطها عند المصلح بتصلحها وبترجع لي اياها مثل ما كانت شلون سلمتك اياها انا؟ منين بدي اجيب عملة؟ روح بيع اذا عندك شي ينباع انباع بالعزا اذا عندي شيء انباع روح بيع بيتك انا بيتي بالاجره ايه وانا مالي علاقه غير هذا الحكي ما عندي اخي السلام عليكم السلام ورحمة الله مرحبا معلم أهلين وسهلين جايب لك سيارة تانية بدها تصويج خير إن شاء الله الله يجعلك بخير لا حول ولا قوة إلا بالله يا حبيبي هلا بيعقدها شو معلم العمى ضربة ماكنة والله شو بدنا نساوي أمر الله شو راجع فيها أنا ريف فايت بشي حيط يعني لا والله فايت فيه كم يوم من وراء كتر خير الكاميون عم يجيب لنا رزق نعم مسحه هاي مسحه يخليني معك شي دفعه هلا الحساب ايه شو عليه ايه سيدي هاي الغله كلها من هالك لمالك لقباض الارواح شرف سيدي 600 ليره لك بس اول قسط بعدين بامن لك دفعات مرتبه ان شاء الله سيدي ولا يهمك ماشي معلم توصينا شي بدي سلامة عمرك كتر خيرك قسطت لنا اياه هنا فضلت الله يديمك السلام عليكم مع السلامه لا انا كل ثلاثه بدي اعيد نفس الكليشه بالدور ما باخذ ولا اطباره الا بالدور يب ليك بدك انت اللي قلتي خلي لك اولادك اخر واحد يوفقك الله يبعث لك عريس يا تعال هات انت لشوف جيني الله يسلمك تمام صارت الساعه 12 ما عاد استنى ولا روح طالعين الثلاثه بيرفعوا لي ضغطي ما بكفلني عندي شريف يبعتلي حمّة لا تأخذني شو بدي لك دققهم طب استلمي من البقايا مو محرزين كلهم كم مراجع شو الساعة 12 هي قفلتيها لك حرام عليكي نحن بنستقبل مراجعين من الثلاثة للثلاثة وموعد تقديم الطلبات بينتهي اليوم يعني الثلاثة الجاية بتروح عليهم حرام عليكي طيب يا عم تفشي عقدك بالناس نخيل الحنون أنا محامي الدفاع حبيبي بس تصير حضرتك رئيس قسم ضل الخمسة للستة تصطفي أنا بعد الساعة 12 ما بستلم ولا أطبارة حاطين لائحة طويلة عريضة مكتوب عليها هاي المعلومة مشان ما يصير معنا هيك دقيق لك شو يعني رئيسة قسم؟ أنت شو مفكرتي لحالك؟ ها؟ شو يعني رئيسة قسم؟ ما بتنطعجي إذا اشتغلتي لك ربع ساعة مشان هالناس ما بتنطعجي
بعيد وبكرر مشان ما يطق لك عرق لتصير رئيس قسم حضرتك. شو بقى بتعمل هيك دقيق؟ هلا انت ليش عم تتعبي حالك معه؟ خلاص بوشك لعند المدير اشتكي عليه. وانت قلت سهيل انا بفرجيك. لا يا رفيق الصبلة هيك بتخوني وبتصف معه؟ لك لا تزعل لا تزعل يا صديقي الغالي، انا دفشت لك اياها من الغرفه مشان نلحق نقوم ناخد منهم الطلبات ونحطهم مع هدول. لك اصلي تركلك اصلي. فعلي اجنبي. هاتوه الله يكرمك. فعلي الله يسلمك. لك راقب هاتوه. شو هاد؟ شو يا سعيد شو في؟ لك روحوا ما بتفهموا انتوا روحوا انت وياه ما بنستلم ولا طلب. شو للذوق شو هاد؟ 12 يعني 12 ما بتقتنع غير لما اجيب لك المدير. يعطيك العافيه استاذ. لك عيني هلا كل ما طلع واحد لبرا انا شو كنت اقول؟ اللي بعده وكنت اقولها بصوت عالي مشان اللي برا يسمع. مزبوط مزبوط. سمعتني قلت شيء؟ لا بس اللي كان هون هلا طلع لبرا. وإذا كان لك عيني طالما أنا ما قلت يلي بعده ما لازم تقول. هلأ بطلع لبرا وبستنى لتقول يلي بعده فوت تختم ليها. إيه ما رح أقولها. وبتاخد المعاملة وبترجع يوم الثلاثة لأنه الدوام بينتهي الساعة 12 وهلأ صارت الساعة 12. افرقني بريحة طيبة وما رح لك يلي بعده. هاي قلتها اختم ليها. لا ما رح اختم لك ياها. شو رأيك؟ لك حبيبي يا عيني كل اللي برا اصلا منتظرين مشان هذا الختم. بقى ما راح اختم لك اياها. لك خلي لك هالشيبه. ايدك ايدك عند ابي. نزل ضغطي نزل ضغطي نزل. لك شباب اخذتها يعني فكرت حالك ربحت ختم؟ بدك ترجع لعندي لانه الختم الثاني موجود عندي. شو رايك؟ تفضل استاذ عبود. انا من طرف الثلاثة الجاي. من طرف الاستاذ نزار. الثلاثة الجاي. سلم عليك الاستاذ نزار. صارت الساعة 12 ونص الثلاثة الجاي. الله يخليك يا استاذ. خلي لك ولادك. انا من طرف الاستاذ نزار اللي بالديوان. لك العمى بقلبك شو عينك بارحة؟ واذا بعتك الاستاذ نزار يعني شي بيهوي منك ومنه؟ بتروح بتقول له الاستاذ نزار انه الاستاذ عبود ما رضي. ليش؟ لانه صارت الساعه 12 ونص يعني للثلاثة الجاي. سمعت ولا عد لك اياها؟ ايه سمعت. ها تاري مالك اطراش. ما قلنا غير سياسه شد الاحزمه واعلان التقشف الى اجل غير مسمى. ماما ما معنى سياسه شد الاحزمه؟ يعني البني ادم بس يشد الاقشاط على بطنه ببطل ياكل كثير. شو هالحكي؟ عم تحكي مثل هي اللي قالت له الفرنساويه اذا ما لقيتوا خبز تاكلوه كلوا جاتو. هدول اولادي فلزة كبدي. هدول انا مستحيل شوع اولادي مشان شد احزمه. انا إيه هذا مو جوع هذا ريجيم. الريجيم طوعي الجوع اجباري وانا ما بدي اجبر اولادي على شيء. من جوع مؤقتا لبين ما نطلع من هالمأزق. جمانة لا تحكي لي كانك بالبرلمان. هدول اولادي فلزة اكبادي. هدول بعرف انه اولادك بس ولادك لازم يوقفوا معك بساعة الشدة. لك شو مانا؟ ليش تحكي انه راتبي وراتبك بكفوا حتى لو عملنا تقشف نحنا؟ من يوم يومك من قبل ما تبدأ ازمتنا المالية كان راتبك يا دوب يكفيكي لحالك مكياج ومسكرة وحمرة ومن هذا اللي بتبخيه وبيفوت من خاري وبعطس كل ما رششتي هيك على راسك. على فكرة راتبي وراتبك لمعلوماتك حتى لو صمدناهن وما صرفنا منهن ولا فرنك ما رح يكفونا. بدنا سنة لحتى نقدر نسدد المزوة. انت نزلها. شو بدك تعمل لكان هلا؟ معناتها ما في قدامي غير اشتغل على تاكسي جديدة ورديتين. بكرة بتلعس مثل هذيك المرة. احكي منيح ولا احكي منيح. عم تحكي مع ابوك انت. بابا بكرة بتنعس مثل هذيك المرة بعد اذنك. لا لا تخاف. وقت بحس اني نعسان بصف على اليمين بكسر ناعوستي وبعدين بكمل. ما فيك تقوم بالحمل لحالك. شو هالحكي؟ لازم نساعدك بإعطاء دروس خصوصية. حاجة جمانة هلا كثيرني وانت عم تقولي لي دروس خصوصية. لقينا حدا نعطيه دروس خصوصية وما قمنا بإعطائه. أنا من اليوم رح بلش حط خبر عند معارفنا. لك بتحطي ما بتحطي ما بتفرق معي إن حطيتي ولا ما حطيتي. إن شاء الله يحطوا حطامي قدامي بلكي برتاح منكم. أنا أبي أنا عندي فكرة. شو هي؟
شو رايك ساعدك وشيل عنك كتف؟ انت خليك برات الضرب. ها هذيك المره اجيت تساعدني وتشيل عني كتف كسرت لي ظهري كله. بدك تكمل علي انت بابا؟ لا بابا لا، هالمره غير شكل. انت بتكون قاعد جنبي بالسياره، بين ما تكسر ناقوستك انا بسوقها. اي لا، انت اذا بدك تساعدني اكتب لي الملخصات. الراشتات. ملخصات، لا تعيد هاي الكلمه. الراشتات. لك لا تعيد، عم اقول لك فهمت ملخصات اي اسمها. الراشتات. لك ما عم تفهم انت، لا تعيد عم اقول لك. خلاص خلاص ما عاد تقول راشتات. حاجة بقى سعيد، هربت له نقرته. الكل بيعرف انك عم تكتب راشتات. ما قلت راشتات، قلتها، رجعت قلتها، قلت لك لا تقولها، بعتذر على الاولانية. بدك تنجح دروس. بدك تنجح دروس، ليش شايفي عندي وقت لأدرس وما عم بدرس؟ لك عم عاقي ما عم لاقي انا. ايه معناها لا تقدم، اترك هالسوسة بقى. لا يا جمانة، هلا العلم صار سوسة؟ ايه يا علم هاد. ايه صغير عم يبكي. صار لك كذا سنة عم تقدمها وعم تسقط. وانت السادة يا زنبوعة بيت الأبريقي، أنا من يوم ما تعرفت عليك وقعت بحبك وأنا عم بسقط. ما عاد نجحت، بس مو أنا اللي عم بسقطه، بس الشباب كلهم عم يسقطوا. عم تسقطوا بابا ولا ما عم تسقطوا؟ عم نسقط. مبسوطين؟ ما مبسوطين، عم نسقط. عم تقولوها بصوت عالي كمان. الشباب اللي مخهم مثل الورقة البيضة عم يسقطوا، شلون أنا اللي راسي مليان هم، شلون بدي أنجح أنا؟ أبي؟ إيه. على أيامكم ما كانوا يكتبوا راشتات؟ لا تعيدها. ان شاء الله يطلع فنجانك احلى من فنجان امبارح، وان شاء الله ما تطلع الغمامه السوداء. ان شاء الله. صباح الخير. صباح النور. الله لا يصبحك بالخير، لك الله لا كان جاب الغلا. شو يا درينا صرت مختص بتكسير السيارات كانه. اي ما رح تلاقي. شمتاني ما؟ لا مالي شمتاني، بس الواحد شغله مو شغلته ما بيشتغلها. قال اللي بيشتغل كار غير كارو بقل مقداره. البرغوت قال للبقه ولي على الشرشوح اذا ترق. لك انا قاعد بالبيت ونايم امان الله وصاففها على اليمين، اجوا خبطوا لي اياها، شو ذنبي انا؟ شو ذنبي؟ مضبوط، مو ذنبك، مسكين انت، ذنبك انت؟ طبعا مو ذنبك، اصلا الله يعيننا على هالفحوط السواقه، عم اقول لك بمرقوا لك ناس بهالفحط السواقه، شيء بكب وبيعمي، ناس بروس وناس بلا روس، من ورا الطروش بيجوا لورا المروش. لك لانه بيجيك واحد عدم المؤاخذة بفت له قرشين بيسلموه شهادة سواقة، لا وبعدها شو بيسلموه سيارة. اصلا مو دابحنا غير ظاهرة الرشوة بهالبلد. لا انا ما قلت ظاهرة، صدقني اخي سعيد، انا ما قلت ظاهرة، انا ما عم قول ظاهرة، انا عم قول مو ظاهرة، عم قول حالة فردية. فردية ايه بتقوم فيها بعض النفوس المريضة. المريضة اخي سعيد، وهي المسؤولين اذا دريوا فيها طبعا بقص روسهم لهدول المرتشين الملاعين الرذال اللي عم يرتشوا. طبعا المسؤولين ما بيهون عليهم هيك شيء، اكيد طبيعي هذا الشيء، وهذه الظاهره كلها بتشكل يمكن 1% من الجهاز الاداري. روي روي روي، يعني مفكر انت انه المسؤولين ما بيعرفوا؟ طبعا المسؤولين ما بيعرفوا، مساكين المسؤولين، شو كم عين لهم، كم عين لهم، شو بدهم يشوفوا لحتى يشوفوا المسؤولين. استاذ سهيل، امبارح كان حكيك غير شكل، ليش عم تغير اقوالك؟ اكتشفت يا اخي، اكتشفت الحقيقه، اكتشفت اني انا اني انا على غلط انا، ومثل ما بيقول المثل، يعني عدم المؤاخذه اللي بيكتشف غلطه وبيصلحه وبيعترف فيه ذنبه مغفور. ماشي الحال، انا لازم امشي. وين وين رايح؟ لك شبك واحد صاحب التاكسي بعد الظهر وما بقدر اتاخر عليه. اذا صاحب التاكسي وبشو بدك تفوتها هالمره؟ بعمود كهربا ولا بسيارة زبالة؟ افتكار بلا تقريقة، مالي فاضي لك. تعا تعا خد اجازة. تعا منيح اللي اقتنعتي اخيرا. شو بدنا نعمل؟ اللي ما بيجي معك روح معه. تعا معه. انا هيك بدي اقولها، اخو مرائي شي. لا ما في خواص، طول عمرك يا عود في براسك هزبيبة. الله معك، هدي على الطريق مشان الحوادث. الله معك يا معلم. حرام مسكين، الله يعينه. لا مسكين ولا بطيخ، كل هذا اللي عم يصيبه غضب من رب العالمين سبحانه وتعالى. لك يا سهيل، شو عامل لحتى يغضب عليه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ شو عامل؟ الله أعلم قديش في ناس متأذية بسببه. لا لا مو لهالدرجة، حرام عليك مو لهالدرجة. بلى
لهالدرجه لهالدرجه ونص ما شفت شلون حاول يزلقني بالحكي بده يترجع. استاذ عبود مسيك الطلب، هذا الاستاذ حبيب اخو مرتي، سمع انه في مناقصه فحب يشترك. ايه عفوا استاذ عاصم، يعني بس تقديم الطلبات يوم الثلاثاء. انا معلش، انا كل ايام الاسبوع مسمح لي. يا استاذ ما بصير، هذا قرار مدير عام، يعني استثناءات ما في. حبيب الله انا بدي اخليه يتفاهم. شو استاذ عاصم عم تهددني؟ لك انه تهديد استاذ عبود، اسمعني شوي. يا استاذ شو بدي اسمعك؟ شو بدي اسمعك؟ تقديم الطلبات يوم الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء ولا ما بصير بدون محسوبيات يعني؟ هلا انت بتعزني ولا ما بتعزني؟ بعزك شلون ما بعزك؟ بس الشغل شغل يا استاذ. وانا معك، بس اسمعني، هذا اخو مرتي هلا بيروح بيخبرها باللي صار، ما بدي تعرف مرتي اني مالي كلمه بالدائره. استاذ عاصم لا تدخل مشاكل بيتك بالدائره، يا اخي شو دخل مرتك بالنص؟ انت خذ منه الطلب هلا واعطيني اياه بعدين، وانا بقدم لك اياه يوم الثلاثاء، بس مشان ماء الوجه. اه ايه اذا هيك معلش دهله. رح صيح عليك شوي، لا تزعل. لا ما بزعل. يا حبيب يا حبيب اتفضل. مش الحال، العمى ما بتيجوا غير بالعصاي، قلت لك بالاول بالمنيح خده، يعني خده. استاذ عاصم انا اسف، خلص هاي الغلطه ما عاد تتكرر. تفضل استاذ حبيب، الله معك، سلم لي على حماتي. انا المدير هون، وانا اللي بقول الثلاثه، وانا اللي بقول الاربعه، ما بدي حدا يقول لي لا. فهمتوا لما لا؟ استاذ عاصم حبيب راح. اعطيني بوسه لك واعطيني هالطلب، اقدم لك اياه يوم الثلاثاء. مديرنا في وشي، بس هيك مديريه بدها هيك مدير، بدها. قديش كان ياخذوا منك اجره باليوم؟ 500 مقطوع. انا رح باخذ منك بس 300. بس في شرط. شو هو؟ انه ما تطلع بالسيارة برات حدود الشام. وين بدي اطلع يعني؟ اصلا ما بلحق اروح على غير محافظات مشان دوامي. لك انا قصدي مو محافظة لك اخي، انا عم اقول لك الشام يعني الشام. طيب ممكن تقول لي شو الحدود المسمح لي اتحرك فيها؟ شرقا باب شرقي، وجرمانة والمليحة هدول بتشيل اياهم من بالك بنوب بنوب. ليه حاقد على الجماعة؟ لك اخي انا ما حاقد عليهم، بس الشوارع هني كلها محفرة وملتهن اسلاف اجدادها. بالعكس، جرمانة شوارعها ممتازة، نص الفنانين مشردين هنيك. أخي على راسي جرمانة، بس من باب شرقي لجرمانة شلون بدك تمرق؟ يعني بدك تطير طيران؟ لا، من الدويلعة. على راسي الدويلعة كمان، بس أخي بين ما تمرق من الدويلعة بيكون السيارة نقص عمرها، حاكم كلها مطبات وجور على كيفك. ماشي، الحد الثاني جنوبا المحلق وآخر استراد الزاهرة عند الفرن الآلي، بتدور وبترجع، ما بتفوت لا على التضامن ولا على مسبقة الصناعة. ليه؟ لأنه عند الفرن الآلي بتنتهي حدود العالم التالي وبتبلش حدود العالم الرابع. ماشي فهمت. مهاجرين جادات وركن الدين كمان بشطب لي عليها. ماشي واضح. مو طول كبرى، بس من شان السيارة أنا عم بطلب مصاري أقل من شان طول عمر السيارة. السيارة سيدي إذا ما خدمتها ما بتخدمها. ماشي، ما رح مشي لك يا اخي الببرماني والمالكي عالسجاد، ناحي المسؤولين، منيحة؟ هيك يا عيني علي. وانا جاهز، ديبك. سوسو؟ نعم ابن عمي. هلا صرتي حلالي وعليك الامان. في شغلة ما عم تخليني نام وجوابها عندك. هي الشغلة بذمتك ووجدانك، شغلة ابن اخي صحيحة؟ يعني تحرش فيكي؟ لك لا، ابي هالقصة كلها فبركة فبركة. قال شو بده يأمن لي قرشين او يجوزني؟ هي ما دارت لي، شلون فبركة؟ قال لي اطلع على باب زقاق، اول واحد بمر ريح الحنفية منزوعة، واول واحد مر هو ابن اخوك. ايه ايه شو ايه مبين القصة؟ أول ما فات صلح الحنفية زعوطت وما خليت صوت إلا عليته، وجمعت الجيران كلها ياتا عليه، إجت الشرطة أخدته. الحمد لله الحمد لله اللي طلع ابن أخي،
ولا ما كنا قدرنا نصطادك. لك يسلموا هاليدين، ليش عذبتي حالك؟ كل انا كنت حضرت العشاء. كل صحتين وهنا. على قلبي. وشاي. تكرم عيونك. دنيا ما لها امان. بدنا نشتغل كل الشغلات لحتى نعيش. تعرف انا شو معي؟ بس ما تكون قرحة لا سمح الله. لا سيدي مو قرحة. انا معي دكتوراه بالاقتصاد. تعرف شو عم بشتغل بعد الدوام مشان عيني؟ شو عم تشتغل؟ محاسب بكازينو. بس على علمي انتوا اساتذه الجامعه، يعني رواتبكم منيحه. والله مقارنه مع غيرنا ماشي حالها، ناخذ لنا 9000 ورقه بالشهر، بس مقارنه مع المصروف الله وكيلك زفت. 6000 ورقه بندفع ايجار بيت، وبتعرف استاذ الجامعه ما بيحسن يعيش بحيالله بيت. والله معك حق، بس في اساتذه بياخذوا 15000 ورقه بالشهر. ايه مزبوط سيدي، بتعرف امتى بياخذوا 15000؟ لحتى ما يصفي ولا شعره سودا براسه. يا الله بعين الله. على مهلك زكاتك، نزلني قدام المحل هذا. هون نازل؟ لا نازل جيب ربطة خبز لأولادي. حاكم إذا رجعت على البيت مرتي بتطلقني إذا راجع بلا خبز. على عيني. ها شرف سيدي. يا الله هاي شنطتي راح خليها هون مشان تطمن. لا يا رجل، الناس لبعضها نزلها معك. أخي مشان يرتاح بالك. بأمرك. يا الله. يا معين. سادسة شحطة النسيج البرانشيمي نقطتين ألف شحطة يتألف النسيج البرانشيمي من مجموعة من الخلايا الحية النشطة فاصلة من الناحية الفيزيولوجية فاصلة لذلك فهو يكون الكتلة الأساسية في الأعضاء النباتية فاصلة لذلك يدعى أحيانا نقطتين النسيج الضام فاصلة. لك بنتي هاي مادة الأحياء بتنفهم فهم وبتنبصم بصم، حاولي تفهمي مو تحفظي حرفيا. فقالج لا فقالج. عدتهم 100 مرة بس مشان أبصمهم، لا تخربطي لي معلوماتي، بس نخلص فحص بفهم، خلص. مسكي، ممتاز. ما حتكفيلي؟ ما في داعي، ما زال حافظ الفواصل والنقط. حطي الولد بكذا خليه يعرف ينام، عاج تعذبيه، انسلت عافيته. إيه عم يبكي، شو بدي أحطه من إيدي؟ لأنه ماله مرتاح، حطيه على جنب خليه ينام يرتاح. ماما الله يخليكي لا تتدخلي فيني، هي حياتي، بعدين ما بعرف ادرس غير قوة بايدي، خلص امشي روح لهني. يلا طفلي بعثي لي علاء مشان اسمع له. يلا سبحان مين خفف. علاء علاء رياضي. ايوه تع يلا يلا اجا دورك روح. يلا نسيج البراشيمي يتألف مجموعة من الخلايا الحية البسيطة. سلام. في اخ نزل من التاكسي يشتري ربطه خبز، شفت لي اياه؟ اساسا نحن ما عندنا خبز. والله معكم خبز؟ طيب في واحد هيك لابس قميص ازرق صحته ما بشري، ما شفته فات لهون؟ فات سرق له طريق الباب الثاني. الباب الثاني؟ ليش محل كم باب له؟ له بابين. والشنطه؟ انو شنطه؟ عفوا بعتذر. اللهم صل على النبي يا علاء. بوجي ليش سكتت؟ امي ما سكتت، انت اعطيني بس اول كلمه وانا بكرر لك كل المقطع. انواع التراب. انواع التراب مبينه. انواع التراب في الوطن العربي صح؟ صح. ها حافظ، للتراب عده انواع في الوطن العربي مظبوط؟ لك صح كمل اشوف. يلا امي يلا جايك الحديث. هناك انواع عديده للتراب في الوطن العربي صح امي؟ سمعنا انت صح ابني كمل بس. اولا رجعت سكتت امي؟ يعني شو عم اقول لك انا؟ بس اول كلمه بكرر لك المقطع، اعطيني اول كلمه. تربه مظبوط ماما، برافو تربه كثير ممتاز. شو ثاني كلمه؟ البحر. شو؟ البحر. البحر؟ ايه متأكدة امي؟ هذا كتاب جغرافيا ولا علوم؟ خلصني بقى. ما
معقول الحل لتربة البحر؟ البحر المتوسط. آه بس أمي يعني شو دخل يعني؟ يعني إذا البحر متوسط ولا كبير ولا صغير؟ كل البحار مي وتربة ومرجان وصخور. أنت بعكس أختك تماماً. هلا أمي يعني الولد اللي بيفهم فهم مثل الولد اللي بيحفظ حفظ. لا بتفهم ولا بتحفظ. سلوى ما. لا أنت. أنا؟ أكيد قريت الكتاب. أنا؟ طبعاً أمي طبعاً صرت كاتب قاري يعني 10 مرات. 10 مرات ولساتك ما فهمت منه شيء. قوم الخلط يوم. لك قوم. قوم خلص لي. تصطف لي يا أمي. تعال أنت لهون لشوف. تعال أنت لصلك ساعة تضحك. تعال هون. أنا حافظ من هذيك السنة. إيه عود هات لشوف. سمالي. قولي. أنت قولي أول كلمة وهلا بكررن ورا بعضهم. أنواع التراب. أنواع التراب. للتراب. سمعنا أنت. تصطف لي أمي. أنت ما بدك لولد الحافظ. تصطف لي. أنواع التراب. أنواع التراب في الوطن العربي عديدة وكثيرة ومتنوعة و باين عليك مالك حافظ ومن وشي أمي والله بابا قوم دراسة منيح خلصني شوف شو صار معكم أنتو؟ خلصتوا كتابة؟ لا ناقصني هالهم بس ليش ما بدك تقولي؟ ليش بدك يعني اقول؟ معقولة ما نعرف هالعيون الحلوين والخدود الوردية وهالعنق الغزلاني شو اسم صاحبتهم؟ شو فرقت معك؟ كتير بلكي بتصير علاقتنا أعمى قوم انزلوا لا قوم شو قلت؟ تعود قدامه لا ليش؟ هيك لأني فكرتها مرتك أو خطيبتك طلعت ما بتعرفها منهم أنت شو فرقت معك؟ مرتي ولا مو مرتي؟ أعراض الناس مو لعبة انت ما دخلك لك مين حطك محامي عني ما حدا حطني بس بدك تفلتي فلتي على كيفك بس مو بالسياره وانا موجود معكم حد قرب صوبك شيء لازم تستوعوا على حالكم لك انا بشر مو حيط عيب شو اول مره بتشوف واحد عم بيغازل وحده مشان يخطبها ويتجوزها لك يا عيني هذا لا ناوي يتجوزك ولا ناوي يخطبك هذا بده يعتدي عليكي ويزتك مبين وغد من خلقته هو علينا نحن طلعنا مشان ننبسط ولا مشان نسمع محاضرات عطيه مصاري نزيه خلينا ننزل ناخد غير تاكسي وجيه وجيه مو نزيه ما بتفرق خلصنا خد يا عم الشوم طول حق علي يا داخل بيت بصلة وقشرتها ما بيدوبك غير البهدلة وريحتها فتحتها؟ طبعاً فتحتها مشان أعرف إذا كان فيها شي محرز ولا لا لحتى سلمها ولقيت فيها شي محرز؟ يعني فيها هوية جواز سفر شوية وراق ما عرفت شو هني والمئة ألف مئة ألف شو؟ اللي كانوا بالشنتاي بعرف رح تحلف مئة يمين وعظيم إنه ما كان فيها شي لو كان فيها مئة ألف وأخدته ليش لأرجع سلمك ياها؟ على أي أساس عم تبني استنتاجك أنت؟ قال يعني على أساس إنك مشان تموه جيت سلمتنا ياها انت شو عرفك انه كان فيها 100 ألف؟ هاي الشنتاي مبلغ عنا من الظهر انه مسروقة ودي مسروقة مو مسروقة ما بعرف كل اللي بعرفه انه الزبون نسيها معي بالتاكسي ونزل بس الزبون عم يقول ما نسيها معك لكان شو عم يقول؟ عم يقول انه شوفير التاكسي طلب منه ينزل ليشوف له اذا كان الدولاب الوراني مبنشر ولا لا ما قال نزل حتى شوفير التاكسي قلع مثل الصاروخ احبابنا بالهوى شتلوا وتناوق من الشباك وقال له ببعث لك مكاتيب وخاض اذا بيجيك مكاتيب اتنقال قواله شو مفتري الله وكيلك يا سياده المساعد قال لي عن اذنك بدي اشتري ربطه خبز قلنا له تكرم عينك نزل نص ساعه ضليت استناه ما كان يلجأ على كل الصباح رباح بيطلع الضو
ومنشوف مين الكذاب. وينقشع الغبار وأرى تحتي أفرس أم حمار. لكان من هون لينقشع تحتك رايع البيت، وإن شاء الله قبل الضوء بكون عنكم أنا. لا ما حذرت، أنت ضايفنا الليلة يا ميت أهلا وسهلا. شو؟ بدكن توقفوني؟ بدك يانا نستناك حتى تكون صرفتن على ملذاتك الدنيئة؟ انتبه سيادة المساعد، اللي عم تحاكيني كأني حرامي؟ انتبه منيحة، أنا مواطن، أنا أول من أطاع وآخر من عصى، أنا مواطن ومحمي والقانون بيحميني. ايوه دير بالك. ها مو مشكلة، إذا طلعت مو حرامي منعتذر منك الصبح. لك أخي ليش تبيتوا الموضوع للصبح؟ اتصلوا هلأ بصاحب الشنطة خلي يجي ومننهي الموضوع بأرضه. هلأ؟ الساعة واحدة وربع بدك يانا نقلي راحة العالم؟ بيعينك الله للصبح. لك شو بيعيني الله؟ أنا ما بقدر أعطل السيارة وردية كاملة. معك حق، من هون للصبح بتكون جمعت لك 10-12 شنتاي، عم نقطع برزقك. فعلا الظرف العايب نافخه تعبان. شو قلت؟ عم اقول لك انا مو حرامي، ما في داعي للاهانات يا اخي. اخ انا اللي معقدني انه الواحد من بيناتكم بمد ايده وبيحاول يضل محافظ على عزة نفسه. دير بالك، ها مو انا اللي بيحاول يحافظ على عزة نفسه، انا طول عمري نفسي عزيزة، نحن اولاد النايحة سأل عنا. النايحة؟ يا وليد! نفسي دي سوقه. لك شو مفكر حالك انت؟ اه انا مواطن ومحمي، عم تفهم؟ رح ارفع عليك دعوة قدح بس تبين نتيجة التحقيق. ان شاء الله مفكر حالك الامر الناهي. دبور زن على حجر المسن، قال له الحجر شو بدك؟ قال له بيلحسك. قال له دير بالك انا اللي بلحس الحديد ولعك. دير بالك شو مفكر، انا انسان ولي حقوق ولا احد حقوق الانسان بتنص على شيء وابن النايحة. اسكر تعمل لي حقوق انسان وبتنص؟ لا طالع لي اخلاقي، احسن ما اسمك بالنص. يا وليد سوء! سيادة المساعد، بحب اقول لك انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ما له مدان حتى تثبت براءته. ما بيحق لك، ما بيحق لك تقول عني حرامي. من عيونك مبين حرامي. لك مو بس هيك، أولادك الاثنين يلي البيضة ما فقست عنهم زارونا لهون بتهم مختلفة. سوقوا! ماشي ماشي ماشي، إن شاء الله بيهدوا لك الطابق الثاني. ماشي ماشي. ما عرفنا على جنابك. انا سعيد. سعيد ايش؟ سعيد النايحة. شو بيت النايحة؟ اكبر عيلة بالبلد؟ ما صار لي جمعة هون، صاروا فايت ثلاثة. انت سادي اصغر عيلة، نحن بس ثلاثة بيوت بالشام كلها. لكن الدنيا عم تضحك ابوشنا، محظوظين شو بدنا نساوي. شو بيقربوك هدول الاولاد اللي كانوا هون؟ هدول اولادي اللزم. مين علم الثاني على الطريق؟ انت ولا هن؟ شو قصدك؟ مين فات اول على الكار، انت ولا هن؟ شو رايك انت؟ هي اول مره انت بتفوت. مزبوط، ما حصل لي هالشرف قبل هالمره. شو جنحتك انت؟ انت شو جنحتك؟ ما بقول لك لتقلي. انا بيحسبوها الرقابه، انت شو جنحتك؟ شو دخلك شو دخلك انت؟ لما بسالك بتجاوب، احسن ما افرمك واعملك كباب. شو جنحتك انت؟ شو دخلك؟ لك انا اللي بسال هون مو انت. لك دام انت وياه. امرك معلم. وليه هذا لسه قاله معلم؟ ليلتنا انس اخي. ماما ماما عمينا، انا ما عم ينام طول الليل ما نايمني. غيري له. غيرت له. شربيه حليب. شربته. حطي له اللهاية. حطيت له اللهاية بزقة. لك الحل عني بقى، انا فاضية لك هلا، دبري حالك. ماما خير؟ ليش معصبة؟ ابوكي ما رجع لهلا، خايفة يكون نام وهو عم يسوق السيارة وعامل له شي حادث. بركي عم يسوق لهلا.
صارت الساعة 8، يعني لازم يكون مسلم السيارة من ساعتين. طيب شو نعمل؟ روحي فقي علاء وحسام، خليهم يروحوا لعند عمك منصور مشان يدور عليه. يلا قوام. مثل العادة. علاء، علاء. سائق التاكسي عم يدعي انه نسيت معه الشنتاية وما كان فيها شيء. كذاب سيدي كذاب، شافني وانا عم عد المصاري، وبالعلامة انا كنت قاعد جنبه. وبركي عم تعمل هيك مشان تتبلى، وارد هالحكي ولا مو وارد؟ هذا الكلام حكي مصدي ولا حكي مزبوط؟ انا شو مصلحتي؟ طبل صب 100,000 شبهه تشتري طقطيقة، مو الا ترزق. عفوا سيدي، انا مالي مصلحه اترك هويتي وجواز سفري بالسياره. طيب شو الضمانات انه الشوفير يجيبهم للشرطه؟ احتمال يكونوا بزباله. كلامك منطقي، مشان هيك انا ميال لوجهه نظرك. عاد لشوف عاد، طلع الصباح وانقشع الغبار، وسأرى أفرس تحتي أم حمار. هو عم يقول انك انت هربت فيها. مو هذا هو سيدي. شو مو هو؟ هو عم يأكد انه نسيته معه. لا مو هذا اللي نسيه معي. لكن منو هذا اللي نسيه معه؟ هداك واحد تاني سيدي، هداك الشوفير سمين وسئيل. ايوه مزبوط، مدربس هيك وسئيل. طيب طيب تفضل خذ شنتايتك، واذا جد معنا شيء بنبعث لك خبر. شكرا سيدي، الله يديمكم فراسنا. وانا انتو حضرتكم بامكانكم تروحوا، ما قلنا معكم شيء. هي حضرتكم ما بتنصرف معنا ولا ببنك هلا. انتو غلطتوا بدكم تعتذروا. روح روح. لا مالي رايح، واحمد ما عندك طبخه وبدك تعتذر. لك منو انت مفكر حالك لحتى اعتذر منك؟ اه كلياتك شوفير تاكسي، حقك فرنق بسوق الحرمية. شوفير تاكسي، موظف، زبال، مهم انه انا مواطن ولي حقوق ولائحة حقوق الانسان هيك بتنص. روح روح، شو مفكر حالك بالبرلمان؟ روح. شو اسمك ولا شو اسمك؟ شو بدك باسمي؟ شو بدي باسمك؟ ها بدي ارفع عليك دعوة جيب اجلك فيها، اخذ حقي بالقانون، حقي وحق كل معترين امثالي. لسه عم يقول لي قانون وما قانون؟ قسما عظما بدقك قتل شي كان وشي ما صار، بخليك تعيش على الشوربة شهر. لك انت بدك تعيشني شهر على الثوربة؟ لك مو على كيفك، انت مو على كيفك، نحن مو بغابة، انت رجل امن والمفروض تعرف حقوق المواطنين قبل غيرك. لك مو مافيا انت. لسه عم يكبر كلام كمان يا وليد. اندهلي الشباب لشوف. اجيب الشباب كلهم، ما بياخد الروح غير اللي حطها. سعيد الدوري النايحة انا. بسطتوا هيك؟ انسرق قلبكم؟ هي دورنا بكل المستشفيات ما لقيناه، معناتها بالمستشفيات مو موجود. عمو معقول يكون عامل له شي حادث وما حدا شايفه لهلا؟ لك يا عيني يا روحي يا قلبي، اذا فات بالليل ما حدا شافه، معقول كمان بالنهار ما حدا يشوفه؟ شو اخذ طلب على الربع الخالي؟ عمو طيب بلكي كان بالشرطه. لك تعم عليك الزلائط، انت تعم عليك الزلائط، شو بده يساوي بالشرطه؟ يعني مضارب شي حدا او حدا ضاربه او مخالف. شوفوا لا مفنش، انا متزاول منك ومن ابوك، تضرب انت وابوك. اسمع لأقول لك، هلا بنتصل بشرطه المرور، اذا كان هنيك بيقولوا لنا تاخذوا، اذا مو هنيك بيقولوا لنا مو هنيك، لانه الشرطه لازم تعرف انه هي بخدمه الشعب. مرحبا. اهلين. سيد سعيد بيك موجود؟ لا والله، من امبارح ما رجع على البيت. ايه وين داشر؟ نعم وين داشر؟ ليش عم تحكي؟ عيب عليك. هلا عيب علي انا ولا عيب عليه هو؟ لحش لي السياره عند المكنسيان وداير لي بالليالي، والله والعليم وين؟ بابا مو داير، بابا بالشغل. فوتي لجوا. المهم لما بيجي سعيد بيك المحترم قولي له محمود سال عنك، خليه يجيب لي المصاري ويجي لعندي فورا. ماشي تكرم عينك. روحها بلا رجعة. اغسل وفوتي لجوا. عم يجعوك ما هيك؟ لا ما عم يجعوني، كلهم ثلاث خيزرانات وأملتين.
كنت هدده يا رجل. قل له بوصلها. بوصلها لمين؟ لمين؟ انت اللي بتعرف لمين. ما بدك مين يقلك. انت بس كنت تحكي له للمساعد وكان هو لحاله بيرزف قصب قدامك. احكي له يا رجل، ليش ما حكيت له؟ لك شو بدي احكي له؟ اخي يعني بصراحة نحن هم كلنا بنعرف. لك شو بتع... شو بتعرفوا؟ اخي يعني بصراحة يعني انا في بيني وبينك خبز وملح، واذا الضربة بدها تيجي منك انت بالذات هالعيشة كلها ما بدي اياها بالمرة. انا هلا بدي احكي واللي بده يصير يصير. سهيل لك بلا حكي فاضي، شو عم تحكي انت؟ عيب عليك، خلصنا. سهيل ابو نص لسان، احكي شو مخبي عني، احكي شو بدك تحكي. ابي يا ابي. لك وينك يا ابي؟ هذا انت هون ونحن دوخنا عليك بالمستشفيات والمخافي. شو عم تعملوا بالمستشفيات والمخافي؟ لا نسيان حالك انه من امبارح الظهر ما جيت على البيت؟ شو هادي يا ابي؟ خير؟ شو صاير؟ وانت ولا ما في خير يا ابي؟ شبك؟ الحمد لله على السلامه يا ابي. خير؟ ما دخلك. يا ريت تطلعوا لبرا تكملوا حديثكم، مو تقليعه، روحوا على البوفيه. اي 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 يا اخ عنك يا ابي، هات عنك. حلو حلو. تعا حسام تعا شبك وهلك. يلا سند يا ابي سند. على بعدك عليه، على بعدك عليه. تا تا يمين كبروا فوقكم، كبروا فوقكم. على بعدك على مهلك، على مهلك. هدول هدول فوق شايلينك على مهلك بابا. يا ريت انا ولا انت يا ابي. امين انا ولا انت. شو تحكي لي؟ شو تحكي لي انت الثاني؟ يلا على بعدك. لا تعذب ابي، لا تعذب حالك. يا خيي يا خيي ورماني. على مهلك. لحظة ريح. خذ نفس، خذ. يلا يلا حرك. لك شو بدك تقول له؟ شو كنت بدك تقول له؟ بدك تفضحنا انت؟ لك يا ابتكار، بدي اقول له، بدي اقول له ان الكل بيعرفوا بشغله نقش التقارير. انا الحق علي اللي خبرتك يا سهيل، ما كنت بعرف انك انت ما بتحفظ اسرار. شو انا رح اقول له يا ابتكار انك انت قلتي لي؟ ما رح اقول له شو بدنا. بس تعلق ويدكوك، بدك تحكي غصب عنك مو بكيفك. قلتني سنتي واحكي كل شيء، يعني شو بدهم يساووا؟ لك منتجرجر بسين وجيم، وخاصة ابن خالتي لأنه أفشى أسرار. مضبوط، معك حق، حكيك صحيح. معناها منيح اللي إجا أخوه قبل ما أتورط وأحكي، كنا رحنا فرق عملة. شو استهجب حسام؟ شايفك جاي عم تقلوش. ما في شيء مضروب الدوزان. You need شيء؟ I need two coffee to tea. لك إشبك شو قاعدين بالباكستان نحنا؟ جبنا اثنين شاي واثنين قهوة. ليش حددت من عندك اثنين شاي؟ بلكي انا وعلاء بدنا قهوه كمان. ليش مين حاسب حسابك انت بهالمضروب؟ لكن لمين طلبت الاربعه هذي؟ الي ولعمك، كل واحد له كاسه شاي وفنجان قهوه. يعني عم تتزارف؟ عم تخفف دم؟ يكتر خيره رئيس المغفر، لو ما خبرنا انه كنت عنده وطلعت كنا هلا عم ندور عليك. لك طلعت من عنده كان الدوام بلش بالمديريه، قلت لحالي اذا رحت على البيت بتاخر بدي ساعه لارجع. لك يا اخي اتصل. لك لوين بدي اتصل؟ ما عندنا تليفون نحن. لك لعند الجيران. صوتك منصورة، هي عاشر مرة عم بقول لك أنا إلي هون هيبة لا تروح لي إياها. الجيران كل ما اتصلنا فيه بيقلبوا خلقته شال، ما عاد بدي سأل حالي أنا. إنه أنا اللي محيرني، إنه ليش هو ما استخدم صلاحياته؟ أنا صلاحيات؟ يعني يا ابتكار عدم المؤاخذة، بنهاية الأمر بيضلوا مدعوم. لا مدعوم ولا شيء. هلا ان شاء الله نفكر انه اللي بيشتغل هالشغله له كثير اهميه. يعني بضل محسوم عليهم، يعني لو قال لهم هو بيشتغل اضافي كانوا ما استرجوا يضربوه ولا استرجوا يحبسوه عندهم. بجوز ما بده يكشف حاله، بجوز ممنوع يحكي. يا سهيل هي الشغلات ما فيها مزح، ما بصير كل ما تعرض لمشكله يعرف عن حاله، بتصير كل العالم بتعرفه يا زكي. مضبوط، معك حق، هذا هو المبرر الوحيد لسكوته، ما في غير سبب. لذلك لا تتصرف تصرفات ولاد صغار، خليك ساكت ونسالي الخبز والملح اللي بينك وبينه، مفهوم؟ مضبوط، معك حق، الله يرحم ايام الخبز والملح. بس انا ما ادري شو بيصير لي لما تدب هيك النخوه براسي، عقلي ببطل يشتغل ولساني بينطلق. سميره يا سميره، لك ردوا عليك البلاطه.
تعي لهون، ليش ما عم تردي؟ يا تعيت أمر. جدول الإضافة تبع الموظفين، مين موقع عليه؟ رئيس قسم شؤون الموظفين، مين بده يوقعه؟ يعني أنا؟ لما بسألك بتجاوبي على قد السؤال بس، ما بدي تعقيبات زيادة؟ سؤالك غريب، ورقة طالعة من مكتب شؤون الموظفين، مين بده يوقع؟ يعني أنا؟ بعتي لي وراه بدي أحكي معه. يلا. 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 سهيل، كان في حديث بدك تحكي لي اياه قبل ما يقاطعونا، شو هو؟ حديث؟ ايه حديث شباب، الحديث اللي قلت لي بدك تقوله وشو ما صار يصير. كان في موضوع كثير افتكار احكي شو بكثر. ايه انا رح احكي. سهيل مزعوج كثير من الوضع اللي انت فيه، فاقترح انه نعمل لك لمه احسن ما تمد ايدك للي بيسوى واللي ما بيسوى. انتو مين طلب منكم مصاري؟ لك انتو عم تهينوني هيك، مين طلب منكم مصاري؟ خلص اعتبرنا ما حكينا بالموضوع ابدا. اسمع ابن السلسان، اوعى تعيد هيك اقتراحاتها، عم تفهم؟ أنا مالي متسول ولا شحاد، فهمتوا؟ يا أخي لا تعصب، لا لك متسول ولا لك شحاد، خلص نحن حبينا نقول لك ونخبرك ونسألك بالأول قبل ما نتصرف. خير، شو هالأمر الخطير بعت وراي من شانه موجودان؟ مين هاد محمود هلال اللي معبي له كل أيام شهر إضافي؟ ما بعرفه. إيش لون ما بتعرفه؟ قرار تعيينه عندك وأنت موقع عليه. ذكرني فيه. يا سيدي هذا اللي شواربه ناعمين كتير وبيضل مبوزم على طول. بعدين مرة فات استلم راتبه كنت أنا وياك قاعدين بالمالية. إيه تذكرته، بس هذا معين تنفيعة، لا بيداوم ولا شيء، بيجي كل آخر شهر بيقبض راتبه وبيمشي. عم ياخد راتب من غير ما يداوم، غصب عينك الإضافي؟ إما غصب عيني، بس في أحق منه. مثل مين؟ مثل اللي عم بيداوموا إضافي عن جد، حاططلهم إياها على الشعرة، ومو مزيد لهم ولا يوم. إيه معليش، أنت مدير على عيني وراسي، بس هاي الشغلة مو شغلتك، شغلة القسم تبعنا، نحن اللي بنقرر. مو أنت اللي بتقرر، أنا اللي بقرر، لأني أنا المدير. لا ترفع صوتك وخليني محترمك ها؟ بدك تحترمني غصب عنك، العمى كأنه أنا مرؤوسك مو أنت مرؤوسي. لا تعمل لي حالك مدير عن جد، خلي الطابق مستور ولا بتعرف شو بصير ها؟ لا، لا تخليه مستور، واللي بيطلع بإيدك بيطلع برجلك. أمسك، عيد النظر فيها ووزع الإضافي بالعدل، وإذا شفت أي تلاعب رح عيدك ياها مرة تانية وثالثة ورابعة، فهمت لما لقاك؟ إيه لا، هلا أنت معصب، وأنا ما رح أحكي معك شيء، بس بعدين نتفاهم. نتقابل. شي بيقوي. ولك ليه عيطت عليه؟ بكره بيأذيك. ما بيطلع بايده يأذيني، شو فكرتيني مقطوع من الشجره؟ كمان انا اقنيتي فوق. ابعتيلي ورا سعيد. عن طريق سعيد. لا تخليني ضوج عليك انت كمان ها؟ يلا تضربي انت ومرتي، يلا! عليكم وعلى هالاداره كلها. شرطوا اني ما راح غير حرف وانه راح يوقعها غصبا عنه. طيب انت شو نايبك من هذا اللي اسمه محمود هلال؟ لك اشطب له الاضافي. شوف عصام، لا تغش من حالك، انا شغلتي بشتغله وماني خايف من حدا ولا مستحي من حدا، لولا الاضافي كنت بشحن. طيب قديش عم يطلع لك منه؟ عالنص 300 ليره. وكم واحد انه؟ بحدود العشرين، يعني 6000 ليره اجره البيت. طيب نحن كموظفين بهالقسم يعني ما بيطلع لنا شيء من الشغله؟ طبعا بيطلع لكم. طب وموظفين وانا بدرج لكم اسمائهم، هدول انا طبقتهم، كل واحد تعبوا له. خير استاذ عاصم،
سميرة خبرتني انك عاوزني ضروري. شو في؟ لك عندي خبرية بتسوى دهب. عود. شو هالخبرية؟ تجاوزات السيد ياسر تعدت الحدود، ما خلى خطوط حمر بنوب. مفكر حاله اذا مدعوم شوية كل شيء مسمح له. خير شو عامل؟ إيه رح بجنني. إيه مو وظيفة عامل هون. لكان شو عامله؟ ما في غير داير عم بيحرم، لا عاجبه العجب ولا صيام برجب، لا رواتب الموظفين عاجبته، لا مسؤول عاجبه، لا تعليمات معبي عينه، ما في غير داير عم بيحكي شروي غروي. يعني برأيك استاذ عاصم اللي عم يحكيه مو صحيح؟ بصراحة لا مو صحيح، ولازم توصل الحكي لفوق. أنا شو دخلني؟ وصله أنت. أي إحنا ما عم بيخلون يوصل لعند حدا، لازم يوصل عن طريق الناس أكثر صرامة. لك شو أكثر صرامة؟ أنا شو دخلني؟ اتركني استاذ عاصم الله يخليك، أنا همي بكفي وبيوفي. المهم أنا وصلت لك، وإذا ما خبرت الجهات أنت حر. استاذ عاصم وعدكون مخربط بيني وبين السيد الوزير. خلاص خلاص أنا فهمان عليك، معك حق. عن إذنك. الله معك. شبها جن؟ ما بعرف. شو عم يقلش مثل ستاتية؟ لك إذا ما بخلي لك ياسر يعض أصابيعه ندم ما بيكون اسمي عاصم. شو قال سعيد؟ عمل حاله ما له علاقة. بس إن شاء الله ما بيخليها تبات. بلكي ما عمل شيء. شو ما رح يعمل شيء؟ رح يعمل. هو عم بيدور على هيك ضربة دوارة. قولي جنوا كلهم ناصفي غيري وأنا مثلهم كمان. التاكسي ما عم يمشي حالك فيها، لازم تدور لك على شغلة تانية. كأنه حدا طارقك عين. طارقني عين؟ على شو بدون يطرقوني عين العين تطرقون؟ على شو؟ شو عندي شيء بنحسد عليه أنا؟ اللي عم يصير معي عم يصير مع كل شوفيرية التاكسي. أصلا لو لقيت شغلة تانية كنت اشتغلتها. شو بكون انتو جايين مثل علي ماما والأربعين حرامي؟ جغرافيا؟ نعم. تاريخ؟ نعم. قراءة قواعد تعبير. وهي قصة مدينتين، هاي عربي وهي انجليزي. يا بي هاي كل الراشدة. الله يعطيكم الصحة. تعم. هاتوا لشو؟ قرب لألا. تعم. هدول شو؟ راشدة. هدول شو؟ الملخصات. هدول شو؟ ملخصات. دغري بتقول ملخصات لا تقول راشدات. فمان يلا على غرفكم. يلا يلا. بابا؟ ها؟ شوف هالحلاوة. أنا قررت تجيبوا لنا واحد مثله. قومي وليس أسوكي. قومي طبي جوا. قررت. واحد. عمل لك قومي. يلا. إلى اللقاء. شو هالدخل في هاي؟ بس بدك الصراحة تعبانين بالملخصات. ها؟ سعيد حاج تقول ملخصات. يعني مفهوم إنه راشيتات. التمويه على الموضوع ما بيفيدك. ها؟ ما بقدر اقول قدامهم راشيتات مشان ما تاخذ اجرهم عليها، يصيروا هن كمان يكتبوا راشيتات وينقلوا بالفحص. اللي بده يقدم بكالوريا لازم يشغل مخه. شو هالدخل في هي بعدين؟ لا تخلي بنتك تحرجني قدامك منوبة. قال جيب لنا واحد ثاني. هاي بروح على الشغل، الشغل ارحم من القعده بالبيت. لين ماما هون؟ ايه هول ماما ضيقة. ماما اجت وفاء. يلا امي يلا. اهلين وفاء، شو طمنينا؟ الحمد لله احسن بكتير، صار يقدر يوقف على رجليه، يعني ما عاد في داعي ضل عنده بالمستشفى بالليل. ايه الحمد لله، الحمد لله على سلامته. الله يسلمك يا رب. بتعرفي اشتقت للاولاد كتير، ان شاء الله ما يكونوا عذبوكم. لا ما عذبونا ابدا، ما في اخف من دمهم. فوتي نتعشى سوا. يسلموا ايديك، تعشيت بالمستشفى، بدي اخذهم وروح على البيت. ايه هلا بخلي سعيد يوصلك على البيت، فوتي بقول لك تعي. سعيد؟ اه. اجت وفاء، جهز حالك مشان تروح توصلها هي وولادها، ما عاد في داعي تنام بالمستشفى. يلا. أنا رايحة أجهز لولادها. يلا يا أولاد، اجت أمكم. تعال. يلا يلا. الصيف.
لك على مهلك ابني يا حليق. وانت كمان فوتوا ادرسوا. نامي يا قطة نامي. يلا امي جهزي حالك. ليش؟ الاولاد رح تاخذهم امهم. لوين بدها تاخذهم؟ لوين يعني؟ على بيتهم. ما بدها تقعد عند جوزة بالمستشفى؟ لا خلاص، جوزة صارت حالته منيحة، ما عاد بده مساعدة. انتوا قلتوا لي بدها تقعد عنده 3 اشهر. ايه الله عافاه قبل، نقترض يعني؟ يا ربي، منين طلعت لنا هي هلا؟ شلون يعني منين طلعت لنا؟ هي امهم هي. وإذا امهم؟ يو، شو عم تحكي لك بنتي؟ طيب، تاخذ الاثنين الشناتير وتترك لي حبيبي زياد. يلا بنتي يلا بلا حكي فاضي، الأم عم تستنى برا، قومي اعطي الأولاد لأمه. زبكم يعني يرسب بالبكالوريا ياخذوا لزياد. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو جنيتي انتي؟ امه عم تستنى برا. يلا طبي له اغراضه. بدهم ياخذوك مني. عذبناكم معنا. لا شو هالحكي اللي عم تحكي؟ اي الله يقدرنا نعوضكم ربع العذاب اللي عذبناكم اياه. هذا نصيبنا نحن وياكم. شو الصغير نايم؟ لا لا سلوى عم تجهز له اغراضه. تصوري على الآن في مرض يعني تعطينا اياه. الله يخليها ويصير عنده 10 مثله. الله يسمع منك. يسلموني ما في منه. اهلين وسهلين. اهلين ست وفاء. اهلين اخي. اخي فواز شلونه وكيف صحته؟ ممتاز. الدكاترة ما كانوا متوقعين له يقوم بهالسرعة، جسمه قوي ساعده. الحمد لله على سلامته. انا رايحة اشوف سلوى ليش تأخرت. سعيد تعال شوي. تعال حبيبي تعال تقبرني تعال. اشتقت لكم كثير. عذبوكم شيء؟ ما بتاخدو، ما حدا بياخدو مني، ما بتاخدو، ما بتاخدو، ما بتاخدو. سلوى لا تفضحينا، بكفي المصيبة اللي سببنا له اياها للجماعة. ما حدا بياخدو، ما حدا بيقدر ياخدو مني. اسمعي بلي، أنا بحياتي ما مديت إيدي عليك يا، بقدحك بوكس برم من خارك. طيب، خليها تيجي تسكن عنا. لك شلون تسكن معنا؟ يو، عند بيت المخلوقة. شايفي نتيجة أساليب تربيتك الحديثة يا بنت الأبرية؟ تركينا من عساسوكي، أنا بتفاهم مع روحي أنت. لا أبي لا تخافي، مالي لابس إشارة. اسمعي لفهمك، أنا عندي اقتراح. شو رأيك إنه أنت ما تنحرمي منه وأمه تضل جنبه؟ شلون؟ ها تسحبي حالك وتروح بتسكني عندها لبي ما يطلع جوزها من المستشفى. منه بيضل زياد معك، ومنه أمه بتضل عم تشوفه وبتساعديها، ومنه بخلص من وحدة منكم أنتو التنتين وبيرتاح بالي. بدي انقلي عالشغل. قومي ضبط بحالك يلا خلينا نتيسر. بروح يلا. جندل. هنروح سوا، هنروح سوا. يا طبي قلبي، طبي قلبي. اهلين شباب، اهلا وسهلا. لوين؟ مشوارنا قريب على الهبابة. هبابة وين هي؟ بعد الشحوارة بشوي. مالي سمعان فيها، برات البلد ولا جوات البلد؟ يعني مو برات البلد. إذا برات البلد لا تواخذني، معي تعليمات ما بقدر اطلع عليها. بنعطيك عدادين. نفس الشيء لأنه بدي ارجع فاضي. سيدي ما بترجع فاضي. رايحين سوا وراجعين سوا، مشوارنا كله دقيقتين بنقضي ونرجع. لك تكرم عينك مع إنه معي تعليمات، تفضلوا. لك يسلم لي هالراس. الله حياك. شرف سيدي شرف. تفضل. على مهلك على الباب الله يوفق. تكرم. الله معه. يلا يا رب. هاتي عنك حبيبتي. ليش؟ بدي رضعه، عم يبكي لأنه جوعان. أنا برضعه. شو بدك ترضعي؟ بدي رضعه من صدري مو حليب علب. حليب العلب أطيب. هلا أنا برضعه حليب علب. حليب الأم أحسن من حليب العلب مليون مرة، وأساساً أنا لو ما الحادثة ما كنت سقيته حليب علب. أنت شلون بدك ترضعي وأنا حاملته؟ حبيبتي دقيقتين بس برضعه وبرجع لك يا. هاتي. دقيقتين. هاتي. فقط. هاتي هاتي يلا. حبيبي ما. بسرعة بسرعة. بعدين لا تواخذني، أنا قلت لك ما بقدر وصلك برات البلد. العطل مو مني، من صاحب السيارة، ولا أنا على راسي كل الدراويش والله. شو ها؟ مسدس
حربي وما له مرخص وما جربته، تحب جربه بمصدقه؟ لا يستر على عضك. لك ليش يا ابن الحلال؟ شو سويت لك انا؟ صف على اليسار وخلصني. ايه بامرك، بس بعده عن حرق اللبن. الله يوفقك. يلا يلا. شو بتأمر ساوي؟ زيل. ايه على راسي على راسي، بعده مشان الله. طالع شو في معك مصاري؟ ما معي ولا نقلة، اذا بدك نبش. واذا نبشتك ولقيت معك مصاري؟ خود نبش يا اخي، تفضل. ها نبشو ولا قلك سلاح اواعيك ناخدهم معنا على البيت نبشون على كيفنا. لك شو سلاح؟ ما سلاح، ما بسلاح. ما بسلاح، ما معي عم لك، ما معي ولا نقلة. شو سلاح؟ طيب شرف هاي الجاكيت نبشو على كيفك. تفضل اخي شرف. اوعى بعده عن حرق اللبن مشان الله. سلاح القميص. القميص مشان شو؟ القميص سلاح القميص. ايه طيب بامرك. بيه ما معه مزح هذا منه. وهي القميص سيدي، شو بدك سايب القميص؟ لك ما في ولا نقله. عم قلها لو معي شي نقله ما كنت لقيتني عم بشتغل على التاكسي انا. يا اسكت ايه. على نصتك. ها حاضر. تفضل شري بنطلون كمان. لا خلش اذا بتعوصني ما بشتغل. ايه طيب ماشي. طيب بتفضل علي ممكن يعني اشلح ورا السياره؟ بستحي انا. روح شايفك روح. كتر خيرك. يلا ها. يلا ها. خفى خلصني. يلا يلا عوام. يلا هاي البنطلون ونبشه. كفي. شو بدي كفي؟ شو بدك كفي يعني؟ كفي شلاح. لك كل الاواعي اللي فيها جياب اخذتوها، شو بدكم بالباقي؟ الي بس نمشي مشان تروح تأشري لاول سياره وتخبر علينا الشرطه. ما حذرت هيك اضمن لنا لبين ما تدبر حالك ونحن قصعنا خالي. طلع اذا بتعوصني ما بشلحوا البقايا. شوفوا لا راح اضرب 3 ضروب، 2 بالهواء والثالث اسفل ومنتصف الهدف. واذا وصلت للثالث وما شلحت راح يكون اسفل ومنتصف الهدف راسك، فهمت؟ ايه مثل ما بدك بشلح. يلا شرفوا. اللي بعده يستر على عرضك. لا تفضحني بكفي. شلون بدي بلغ هيك؟ ما بيتبلغ معي. شلح ولا ايه مشي مشي. يا انت اكبر قدر. شو عم تسوي هون؟ يستر على عرضك لا تقوم. خير؟ ما في شيء، بس ناولني شيء بطانية أو شرشف من عندك. الله يستر عليك. تفضل فوت وما بتطلع إلا وطلبك معك. لك أنا فوت خليها لربك. أنت ناولني شيء بطانية أو شرشف بس. فوت أخي فوت. معقول نحكي مع ضيوف من برات العتبة؟ هلا لا تعمل لي عتبة وضيوف ومعزبين. الله يستر عليك. لا 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 هلا فازين. لا 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 لك شو في شو في؟ شو كان عم يسوي عندك هاد؟ ما كان عندي، كنت سهران انا والمرة ما شفته غير طلب براسه وقال بده بطانية. شحات الظاهر. الحقني لأقول لك هذا واحد ازعر، مدري وين شالح اواعيه. شو شو؟ يا الله وين اختفى؟ كنت رح اكمشو. وليش ما كمشتو؟ وليش حضرتك ما كمشتو؟ يلا نكمشو. يلا
تشرب شيء قبل ما تنام، بدي اذبحك. روح انقلع. يا بي حرامي. لك ما في حرامي، هلكتني. خلص ورجع نام. يا بي عمل لك شفته. لك اذا شفت ضبع بالغرفة قبل شوي، كيف ما بتشوف حرامي عندك؟ لا تخاف، انا واقف لك هون. شو قررت كفي نومتك هون؟ مو محرز للنوم، بعد ساعتين رايح الفلاح. اعملك شي كاسة شاي؟ يعملي. بس بس ابو الشباب يستر على عرضك. لك شو جايبك لهون؟ عم تتلصص على بيوت العالم يا غواطي؟ لك انا برجيك. ولي شبابيك. هلا انا خايف يكون فات على بيتكم. قولي فوت دور فوت دور، ما في حدا جوا. فوت. فوتي بس انتبهوا. قرب يجي ابو حسن. ايه خاطركم. مع السلامة ابو فريد. السلام عليكم. قول ما عارف عندك ولا ايش. لك حسنا حسنا، تعي لهون لشوف. طبي اغراضك وانقلع يا بيت اهلك. ليش عم تحكي معي هيك؟ ما بتعرفي ليش ما هيك؟ عملت شيء لا سمح الله ما عجبك قلي. لك انت بدك ذبح، انت انت ما بتستحي على شرفك. لك يا ابو حسن يا ابو حسن، شو عملت قبل ما تذبحني؟ قلي قلي فهمني شو عملت. لك بس قلي من ايمتى صار له عم يلفي عليكي هاد؟ كل ما رح تدير المي بيجي ما هيك؟ عن مين عم تحكي؟ مين بيلف علي انا مين؟ عملي حالك ما بتعرفي. لا لك عملي حالك يلا. الله وكيلك ما بعرف عن شو عم تحكي انت. الله يخرب بيتك. ولك الله يخرب بيتك، لو ما شفته بعيني كنت قلت لك. لو لابس اواعي كنت قلت حرامي، بس بلا اواعي ولك ما لح يلبس. لك خاف ربك يا ابو حسن ليكون هذا المجنون. ايه ايوه اخترعي لي قصص لك، لانه انا اجدب كل شيء بيمر علي. روح روح اسال، روح اسال. الله يخليك روح اسال. مين بدي اسال؟ روح اسال اذا مصدق. روح اسال. مين اللي يسأل؟ أبو فريد. أبو فريد؟ شو خص أبو فريد بالنص؟ وراح أسأله. لك هذا اللي عم تحكي عليه هذا المجنون؟ مزبوط، أنا كمشته عم يتلصلص ولحقته. يمكن اتخبى عندكم وطلع لما شافني رحت. الله يلعن إبليس، لما شفت هالشوفة يا رجال اللعب الفار بعبي. عيب عليك يا أبو حسن. عيب بس حط حالك مطرحي، شو بيصير فيك؟
شو صار معكم؟ ما صار شيء، لا بالمستشفيات ولا بالحبوس، ما حدا شافه. يو وين بده يكون راح يعني؟ شوفي مرتخي بصراحة، أنا وراي شغل، مالي فاضي للدوارة ورا سعيد النايحة كل يوم. أي بطل شغلتها التاكسي! قلت له، صرت 10 مرات قايلت له، ما عم يرد. أمي مو ما عم يرد، قال لك ما عم بيلاقي شغل، في فرق. يدخيل الفرق تبعك، أنت لا تدافع عنه. لازم هو يروح يدور على الشغل، الشغل ما رح يجي لعنده، لازم يدور، ما بيدور إلا على تاكسي. خلصنا مرتخي، روقي لا تهزي بدنك، هالمرة أنا رح لاقي له شغل، هذا إذا ما كان صاير معه شيء. شو قصدك؟ يعني ممكن يكون صاير له شيء؟ لا سمح الله، لا سمح الله، عم نقول إذا، إذا، مو لذا. أوعى يكون صاير له شيء وعم تخبوا علي. أكيد صاير له شيء. لا ماما، معقولة يكون صاير له شيء؟ لو صاير له شيء كنت شفتينا هون. لك وينه؟ معقولة ما يكون لا بالشرطة ولا بالمستشفى؟ لو مو صاير له شيء كان رجع. امبارح ما رجع كمان وما كان صاير معه شيء. رحتوا على الوظيفة؟ مو بالوظيفة. حطيتوا بلاغ بالشرطة؟ ما حطينا. بركي نعسان وعم يكسر نعوزته بشي محل، ما بدنا نشغل البلد ببيت النايحة. لا انت بده يكسر نعوزته، صار 9:30. بتكون راحت عليه نومه وما حس على حاله، حاكم محسوبه، كرسي تبع سيارته بيرجع لورا كانه على البحر. ليش ما يكون فقع معه الدولاب وصارت السياره 100 شقفه وابوك غميام البريه هلا؟ فقع الدولاب وابي 100 شقفه؟ امي ابي ندري شلون انا وقت ما بيكون سعيد بالمكتب بكون مرتاحه نفسيا. لهالدرجه يعني انت بتكرهيني لالف مثاي؟ لك لا، ما له علاقه سعيد بالموضوع. يعني شلون بدي اقول لك، شلون بدي اقول لك يا سويد، يعني مثل شلون، يعني بعتقد انه لو كنا اثنيناتنا بالمكتب لحالنا بيكون احسن. مضبوط، معك حق. أنا شايف إنه 3 بمكتب واحد اسم كتير، أكتر من 2 ما لازم يحطوا بالمكتب الواحد. لك لا لا، أنا مو عن هالشغلة عم بحكي، يعني أنا لو كان في 10 طاولات بالمكتب ما بتفرق معي، بس يعني قصدي لو كنا لحالنا على طول. أنتك سعيد ما في غير عم بيعطلنا، لو كان سعيد ما عم بيعطلنا كان بيزيد إنتاجنا أكتر. ليش بشو عم يعطلك؟ واحد رايح وواحد جاي لعنده، بعدين بيضل يفتح أحاديث مشان يزلقنا. لك مو مشان الإنتاج، أنا عم بحكي مشان شغلة تانية. شغلة شو؟ يعني ما بعرف ليش إله ما برتاح له. إلك برتاح لك، سمعان غنية أصالة قلبي بيرتاح لك؟ ما سمعانا، بس سمعان غنيتها تبع يا مجنون مش أنا إس ليلى ولا بنسمة إس خوات ميلة. بس أنت بترتاحيني ليش؟ لأنه أنا ما باخد منك إجازات ساعية، لو كنت بطلب منك إجازات ساعية كنت إس ما بترتاحيني بنوب وبتكرهيني قد ما الطاق طاقي. إيه هي علينا، لك مو مشان الإجازات الساعية، افهمها بقى لحالك، يعني أنا ما بقدر أحكي يا القريضة. إيه فهمت أظلمك، لأنه هو بينقش تقارير وأنا ما بنقش. هو علينا، يعني بصراحة سعيد لا بيكتب تقارير ولا شيء، أنا اللي طالعت هاي الإشاعة لأنه سعيد اشتكاني للمدير. مش أنا فيك؟ إيه كنت زعلانة منه كتير، قلت لحالي بشوه له سمعته بين الزملاء والموظفين وطلع بإيدي. يحرق حريشك على هالعملة، يحرق حريشك، لازم روح أخبر الموظفين كله. هلأ خليك هون، بس يجي سعيد بتروح. ليش أنت هيك سهيل؟ ليش دائماً هيك بتحب تفسد ساعات الصفاء؟ طيب ما شو بتفرق يعني؟ هلأ لحالنا، قاعدين ومبسوطين. بس أنا ماني قاعد وماني مبسوط، يعني بصراحة يعني افتكار حاسس حالي كأني قاعد على سطح بيت النار، عم بتشلوط شلوطة، ضميري عم بيعذبني. يعني بصراحة إذا بدك يعني يزعل بتروح. طيب ما بيصير هيك، ظلمنا لسعيد، ظلمنا للرجال. إيك لا ظلمنا ولا بطيخ، بالعكس استفاد من الشغلة. عود بدي استشيرك بموضوع، عود بعد يا خلينا هيك ناخد راحتنا. شو هو هالموضوع يعني هاد؟ سهيل، أنت شو أحب الأسماء إلك من أسماء البنات؟ من أسماء البنات؟ أحب الأسماء سناء، كندا، ثلاثة، سمسان. سهيل مو أكتر 20 اسم، اسم واحد بس نقيلي.
سناء. سناء شكرية مو أحلى؟ لا سناء أحلى. ليش؟ لأنه أم سناء اسم رومانسي كثير شاعري. إيه خلص بدي سمي حالي سناء. لك سمي حالك سناء؟ ليش؟ شو مو اسمي؟ افتكار اسم حلو. لا مو حلو، لو كان حلو كنت ذكرته بين الأسماء. بعدين شو يعني افتكار؟ ما بدي ما بدي سناء، خلص سناء. طيب يعني شلون بدك تقدري انك تغيري اسمي؟ بسيطة، برفع دعوة على أبي منه بغير اسمي، وكمان بالمناسبة بغير تاريخ ولادتي. لك تغيري تاريخ ولادتك كمان؟ ليش ما قلت لا؟ أبي مكبرني 10 سنين مشان المدرسة. يا لطيف، 10 سنين؟ العمى معناها كنتي سادس شزلك بكالوريا. بصيب؟ ما غيرت مثل ما قلت لك. وأنا قلت لك ما راح غير. وانا ما راح وقع، اروح عيد النظر بالموضوع. وقلت لك كمان ما راح عيد شيء، وقع احسن ما خليك تندم. لنشوف مين اللي بده يندم. حلو، لنشوف مدير. لنشوف. شو وقعت اللوم؟ ما راح وقع. بس عم نبهك كأنه سعيد ما كتب شي بخصوص الموضوع. بيكون كتب، بس لبين ما يوصل لفوق وينال شو بده وقت. خلي هالأستاذ ياسر يفرح له كم يوم زمان. الشباب من هو اللي نادي؟ لك انا هون انا هون يا خير. تبيني قلابيتك؟ شنو؟ لا تقرب، يستر عليك، استر علي، لا تقرب. انا قربت يمك يا رجل، انا احكي معاك من بعيد لبعيد. تبيني قلابيتك؟ وانا شو اللي يسترني؟ طيب انت مو لابس شروال تحتك؟ لابس سروال ابيض اشتريته عام الاول من سوق الحميديه على وجه العيد الكبير. لك يا اخي المهم انت ساتر حالك، مو مثلي ربي كما خلقتني. لا ودك اياني ارجع الديره بلا قلبيه مشان اصير سالفه على لسان اللي يسوى ولا ما يسوى. طيب بيعني السروال. عيب عليك يا زلمه، عيب. شو تقول انت وشو تحكي؟ ودك اياني اعطيك السروال؟ والله جه اخر العمر من يمزطني السروال، وبلجن هسه حب الهوى وشمرت القلبيه. ودك اياني اصير مثلك ومصلخ وماشي؟ بدفع لك 1000 ورقة والساعه اللي بايدي. 1000 ورقة؟ قلبيتي ما تسوى 200 ورقة عتيجة ومهدرية. لك أخي أنت شو بتفرق معك؟ خلص أنا بدفع له. أنا حاط مخافة الله بين عيوني، ماني بلاف. لك يا أخي أنت ما عم تنصب علي، أنا اللي عم بدفع لك، أنت ما طلبت. أنت شنو سالفتك يا رجل؟ شنو بلاك؟ وقف عندك، يستر على عرضك، يستر علي. هو أنا قربت عليك يا زلمة؟ قربت يمك مثل القرصيت وحية؟ أنا الله وكيلك موظف، بشتغل بعد الدوام شوفير تاكسي. طلعنا طلب. طلعوا معي جماعة، شلحوني السيارة وشلحوني أوعي مشان ما بلغ عنه، ويكتر خيره نسيوا الساعة اللي بإيدي. وشلون قدرهم يبلفوك وانت خزات العين مثل القاعود؟ قاعود؟ لك كانوا مسلحين إنه. مسلحين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لعنت الله على أولاد الحرام. والله سالفتك تهد الحيل. زين يا أخوي زين، أنا بعتك القلبية. لك أصيل، شلحها لألك، شلحها؟ ب10,000 ورقة وبالدولار. لك شو بالدولار؟ لك بيعني اياها بالبورصة؟ قبل شوي دفعت لك 1000 ورقة قلت لي كثير. أنا هيك حاطط بها. عجبك خذها، ما عجبك الله يسهل لك. موافق، شلفها لألك. المصاري بالأول. لك أخي ما معي هلا، بعدين بدفع لك أنا. جدي ما يضحك بعقل تيس. يا تنطيني المصاري كاش يا ما أبو قلبية. لك شو جدي وتيس وقاعود نازل لي أمثال من هي؟ عم إلا خلص وعد شرف، بس انزل عالشام بدفع لك كاش. بس ترجع عالشام له مفكر، الشام صغيرة الشام كبيرة، الهول مالها تالي. ولو بدك تضحك علي. من أني عشيرة أنت؟ ليه؟ لأنه بدي أفضحك بين العربان. لك العرب طول عمرهم مشهورين بكرمهم وأخلاقهم وركوب الخيل والسباحة، لك أنت عم تسيء للعرب أنت. الاسم بالخير يلا محييك. سعيد، بس هلا مالي سعيد منوب أنا. عاشت لسامي يا اخوي سعيد، يا اخوي سعيد انا طقطق معاك طقطقه اعاشرك، انت ما تحمل 10؟ يا اخوي انت قلت لي 1000 ورقة وقلت لك كثير ما تسوى، ودك اياني ارمي مخافه الله من ورا ظهري واخذها ب10,000 ورقة وبالدولار. خذ يا اخوي سعيد، خذ. جيرت الله، جيرت الله عطيه ما من وراها جزيه.
الله يصلحك، اللي بالاول عم تطقطق طقطقه، انا فكرتك عم تحكي جد. مطقطقاتي طلعت. خذ. الله يستر عليك، سترت عليه. ولو هذا من واجبنا، حنا نكرم الضيف، يا هلا بيك من ملفاك لملقك. الله يستر عليك، سترت عليه. يستر عليك دنيا واخره، لا تقرب، لا تقرب، خليك مشانك. لا تخاف، متلوع مثلك، من التاب الشامة يا يعني من وضحان سلك سلامين، واحد صباح الخير وذاك العوافية. هذا هو صار يهجن. أقهركم بالله يا أهل المدينة، واحدا غيره كان انطاني مشان سكنه، ويوم انزل الشام بعد عمر طويل أكد يمه وبات عنده ليلة، ولا يلا انبات بالوتيل. مين؟ لقطو؟ هون بسعيد النايحة؟ ايه هون. امي في واحد عم يسأل عن ابي برا. شو بو؟ خير؟ صاير له شيء؟ انا جاي اسألك نفس السؤال. انا بكون صاحب السيارة اللي عم اشتغل عليها سعيد، غدا من امبارح ولهلا ما رجعها. ارجعي ارجعي ورا مرتخي، ارجعوا انتو اثنين يعدمني كذلككم. نحن كمان عم ندور عليه لهلا ما رجع. انا كثير ناس حذروني منه وقالوا لي انه صاحب مشاكل، بس انا ما صدقت، قلت حالي اكيد عم يفتروا عليه. ايه عم يفتروا، سعيد ما عنده مشاكل. لك وين السياره؟ انت مو هم غير السياره، ما بتقول الرجال عنده عيله بركي صاير له شيء؟ اخ يا مدام، اخ لو تعرفي قديش تعذبت حتى اشتريت هي السياره، كنت بتعذريني. بسيطه بسيطه، اتفضل معلم، اتفضل فوت لجوا. انتوا بلغتوا الشرطه؟ لك اخي بلغنا الشرطه، خذوه لجوا. شو هاد؟ كل واحد بيجي بيعيط هون على الباب، ما في غير عياط. والله مو حلو هالصراخ. اوصافه، شو اوصافه؟ في واحد منهم هذا اللي معه مسدس، مدري طويل مدري مو طويل، بس تنح وله نص صلعه. لك نص البلد طوال وصلعان وتنحين. اوصافهم، شو اوصافهم؟ ايه ايه ايه، هذا اللي معه مسدس شايب شوي. شوي ولا كتير؟ مدري شوي مدري كتير. عيونهم شو لون عيونه؟ يا سيدي عيونه مدري سود مدري خضر، ما بين معي منيح بالليل. مناخيره؟ مناخيره مدري كبار مدري صغار. يا مدبدبين، ذات رأس حاد، فطس. يمكن مدبدبين مدري فطس مدري ذات رأس حاد. شو كانوا لابسين؟ هذا اللي معه مسدس مدري لابس جينز مدري مو لابس جينز، المهم انه لابسين بناطلي. وجامعة ووجع قلب. ما بدي ادرس بالجامعة. كيف ما رح تدرسي بالجامعة؟ طيب بلا الجامعة وابن الحلال؟ ما بدي اتجوز. يا سلوى، بكرة بتملي من الولاد. ما بمل، لا بدي اتجوز ولا بدي اجيب ولاد. طيب خليه معك وخلي الولاد وديري بالك عليهم. خليهم معي. انا رايحة لعند امك، خليهم عندك. رايحة تتفقي انت وياه مشان تاخذوا زياد. ما يا سلوى، انا ما رح اخذه لزياد، رايحة اشرب عنده فنجان قهوة وارجع. اسمعي لقلك، اذا رح تحاولوا تعملوا اي شيء بدون زندب وعمل لك. ها لا تخاف لا تخاف. انا اول كلمة قلت لك يا سوريا. اول كلمة انا فهمتك ياها تساويها شو هي؟ شو عم يقول؟ اول كلمة فهمك ياها هو تساويها شو هي؟ انه ما اطلع طلبات بالتاكسي برات البلد. وليش طلعت؟ طماع، دفعوا لي عدادين قلت مكسر. وهلا انا هيك حالي شو بدي ساوي؟ اه شو بدي ساوي؟ فهمني لشو بدي ساوي؟ ليش عم تصرخ انت؟ بكره الشرطه بتلاقيها وترجع لك اياها. مرحبا شرطه خانو، بيكونوا الحراميه فكفكوها باعوها قطع غيار، ما حيستنوا الشرطه لحتى تمسكون. اخي لا تعصب لا تعصب، اذا ما التقت السياره انا بجيب لك غيرها. لك انت منين بدك شبله؟ لك يا اخي بيع بدو شبله غيرها. خلصنا بقى، الزلمه معه حق كمان. لك شبك شو تبيع بيتك على وش جواز انت؟ لك يا اخي في شيء عندك بشيء؟ ما في شيء ابدا، انا اخوك الكبير وانا بس ما عندي مسوي اياه. انا اللي بجيب القصه. انا ابن على الدنيا. خلاص انت لا تدخل بين ولاد النايحه. لا بتلوح فيا بعدين. ها يا معلمي تمر. ايه
مرحبا ست جمانة. اهلا وفاء، فوتي. بدي احكي معك بموضوع. فوتي. سامعه عندك ضيوف، اذا الوقت ما انه مناسب هلا برجع بعدين. لا لا مناسب نقعد بالمطبخ. فوتي. اذا مشغولين برجع بعدين. لا مالنا مشغولين. فوتي. عن جد اذا مشغولين برجع بعدين. وفاء شو هالبراده هي؟ خلص عم اقول لك فوتي، يعني فوتي. يعني ما انكم مشغولين؟ وفاء استحي بقى، خلص بقى فوتي بكفي. فوتي بقى خلصيني. اشربي قهوة ولا شاي؟ لا قهوة ولا شاي، مستعجلة وبالي مشغول. خير؟ صاير شي كمان؟ الموضوع اللي جاي احكي معك فيه هو بخصوص سلوى. شو بقى؟ أنا شايفة الوقت مانو مناسب هلا. وفاء فورتي لي دمي، صار لي ساعة بقول لك مناسب، احكي بقى خلصيني. طولي بالك. البنت مانا طبيعية بالمرة، أنا مو مشان الولد، أنا مشانها ومشانكم. ليش شو عملت؟ ما عملت شيء، ما عم تخليني أقرب على الولد، عم تتصرف معه وكأنه هي أمه. أنا خايفة تتعلق فيه أكثر من هيك. لا، هذا الموضوع لازم ينحل. ما بيصير يصير هيك. أنا مشان هيك إجيت أحكي معكم، بس لقيت الوقت ما هو مناسب. وفاء، نفختي لي قلبي. ها هلا بحكي مع سعيد، بس لحتى يهدى باله شوي. امبارح صاير معه مشكلة مو منيحة، سارقينه وتاركينه بالبرية. لا تاكل هم، ما بتكون الا مبسوط ان شاء الله. اخي انا مسامحك بخساره الجمعه كلها، بس اعمل حسابك اعتبار من الجمعه الجايه كل يوم رايح مرق عليك 1000 نيره، وكل نيره تنطح نيره. اوف، شو سيارتك كانت تبيض ذهب؟ اسال اخوك، كانت تطالع 1000 نيره ب 24 ساعه ولا لا؟ اساله. اذا بدي احكي ضمير الواحد كانت تطالع. ليش لك يا اخي؟ اذا بتطالع اطالع قد ما تطالع، بس حساب الصرف الموجود هلا بدك تحط مبلغ يقدر يسدك يا ماشي 500 ليرة، نصن عليك ونصن علي. لا أنا ما بقبل تدفع ولا فرنك، أنا المسؤول، أنت نبهتني ما أطلع برات البلد وأنا اللي طلعت، معناها أنا اللي بدفع كل شيء. يا لطيف يا أخي، ما في أكره منك لما بتنتقي من عندك. جيب له 1000 ليرة كلي. شبك مسهور؟ الله سبحانه وتعالى بيرزق القايم والنايم واللي بيرتكي على جنبه وما بيبني إلا بعين. ديبك أنا ديبك أخي. عن اذنكم احسن ما تخانقوا. طول مالك الله معه ولا يهمك طيبك. انا الله معك سعيد. فوتي بس اوعيك وغير الشكل، بدنا نروح مشوار هلا وقت مشاوير، بدي اروح على شغلي انا. اتصل خذ اجازه، في عنا موضوع اهم من الشغل. موضوع شو؟ سلوى بدنا نلحقها قبل ما تجن. كمان ليش؟ شو بس سلوى مفكره حالها امه للولد. هو علينا يا مستعجل، وقف لقلك جمانة. انت بتحلي بالموضوع، انا في 1000 مشكله براسي. ها ايه بس انت ابوها. لك وانت امها، ولا بتخلياني جن ودور بالشوارع. الشوارع انا. يا سعيد خلاص انا بحل الموضوع، انت خذ غنم روح بدل اوعيك، روح خلاص انا بحل الموضوع. مرتخي انا بروح معك، ماشي الحال. شفتي بيت النايحه؟ شفتيه شلون اوفياء لبعضهم؟ الله حيو حيو. يفوت لبيت اذا ما فيه رجال. ايه بس ما حلوه يوقف برا. وفاء خلصنا بقى، ردينا رجعنا. حلوه مو حلوه، نحن بشو انت بشو؟ وين سلوى؟ جوا هلا بندهله. تفضلي. شو هالشغله؟ نحن لازم نحل هالموضوع بشكل نهائي، مو ناقصنا ولدنات. روحي ناديلا. سلوى ما في حدا. يا شلون ما في حدا؟ وين لكان؟ بلكي راحت عند حدا من الجيران. لحقت تتعرف على الجيران؟ ما تعرفت على حدا، بس يمكن يكونوا شافوها. طيب روحي اسألي حدا منهم. شو بكي ليش واقفة؟ طب خلي سلفك يفوت. وفاء فورتي لي دمي، روحي خلصيني بقى. يلا. لك شو هالعيلة هي؟ قالنا أي حال، لا كبيرة عائل ولا صغيرة عائل، نحن ناقصنا مصايب. تخيلك يا ست جمانة، شوفي الجيران شافوها أخذ الولد وحاملة بإيدها شنطاية كبيرة. وين راحت؟ ما بعرف، ضبط اغراض اخي حطتنا عند الجيران وراحت. وين راحت؟ ما بعرف. ما قالت لك لوين؟ لا. عجبك؟ خلص وفاء طولي بالك، سلوى عاقله وبتفهم، ما بيصير معها شيء. لا عاقله ولا بتفهم، اساسا لو فيها ذره عقل ما كانت بتتعلق بولد صغير. وفاء خلص بقى طولي بالك، هلا باخذ سلفي ونروح مندور عليها. معقول تطلعوا بلا ما تشربوا فنجان قهوه؟ وفاء جننتيني بهالقصه بقى، حلي عني. منصور خلصني من العلاقه. يعني إذا لازمك إجازة ساعية قول، لا تستحي. ها قول. لا عندي شغل ولازم خلصه.
لك يا دخيلك، العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، قوم روح ما في مشكلة. ما بيجوز يا هذه الارتكاس، مصالح الناس مو لعبة، ما بصير نأخرهم نحن. ولا يهمك، أنا والأستاذ سهيل بنكفي عنك شغلك ولو؟ لا 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 لحظة لحظة، شوي أنا والأستاذ سهيل، أنت كفي إذا بدك، أنا عدم المؤاخذة الشغلة بين إيدي دومني عم بقدر كفي. أنا بكفي لحالي، أستاذ سعيد قوم روح على البيت، قوم روح ارتاح. مالي تعبان. طيب مو طول الليل سهران بالبراري مالك نايم، روح ارتاح. المثل بيقول مكتوب على ورق الخيار، اللي بينام بالليل بيصحى بالنهار. وانت عيني هذا حكينا، مشان هيك روح على البيت وارتاح. ايه بس ما نقوش على حب الليل، اللي بينام بالنهار بيقلق طول الليل. احترنا يا قرعة، من وين بدنا المشطة؟ ايه كنت تشتهي الاجازة الساعية. قوم 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 روح تسطح نملك شوي. من شو بدي يكون تعبان؟ قال تعبان، قال له شو عم تفلح على الكبة؟ حاجة تكبر راس، قوم روح نام. ما بدي نام، بدي خلص شغل العالم. افتكار؟ أنا باخد إجازة ساعية، منا برتاح ومنا بريح الختم، بعدين نملت إيدي. وأنت لإيش إجازتك الساعية؟ شو أنت كمان كنت داير بالزلط بالبراري؟ لا ماني داير أنا، بس أنا حسيت هيك فكرت إنك أنت يعني عدم المؤاخذة شايفينك كتار كتير بالمكتب، فرايدة هيك تنقصني مننا واحد، قلت لحالي بضحي بنفسي أنا وبضبط بهالإجازة الساعية. شحوكي. مرحبا. أهلين. أهلين. تعرفي شاي على بالي فنجان قهوة، إجيتوا والله شابكم، فوتوا نشربوا. طلع لبرا، طلع. كم مرة فهمتك ما تحكي هيك قدام الموظفين؟ خير شو في؟ بنتك أخذ الولد وهربانة. شو يعني أخذ الولد وهربانة؟ شو جنيت؟ من الأول ما كان لازم نسمح لها تروح، مبين عليها علقانة بالولد بشكل مو طبيعي. بسيطة، هلا باخذ إجازة ساعية وبحل الأمر أنا، خبرته الشرطة؟ لا ما خبرنا الشرطة، إننا لحقنا منشاورك بالأول، مو أنت كبير العيلة، أنت كبير العيلة! اسكت بقى، خلص كبير، إيه كبير. عملتوا سنة العقل مشان ما نعلق بسين وجين، اسبقوني هلا باخد اجازه ساعيه وبلحقكم. يلا لك يلا. علي سيتيكار عيونا بدي اجازه ساعيه على عيني. اذا بدك روح جمعه انا برفعك حضور. كلين طمنا شو صاير معك، احكي لنا شو. لا ما في شيء، كثر خيرك. حمل ونزل عن ظهرنا. خير وفقوس، لانه الشغله خير وفقوس. هو بتدفعي له مصاري مشان تكشتحي، انا بتخليني منقوع هون مقبول على قلبي. شو هالتمييز العنصري اللي عندك؟ ليش؟ ليش هالكره هاد كله؟ ليش؟ مو كره، إله مو طايقه شوفته بدي يخلص منه. بس انت طايقه شوفتك وما بدي يخلص منك. مضبوط معك، اقنعتيني. بس ابصر شو صاير معه. بالظاهر في شي مشكلة كبيرة. خلصت بقى سهيل، ينمحق هو ومشاكله وهمومه، لك شو بدنا فيه؟ حزير شو طابخت لك؟ يبرأ من اللي قلبك بيحبه، فالشرحات تحته وهالعصعيص ويا عيني بس بدها تم ياكل. كان أسف أسف ما بحكي، لأنه أنا فطران، شنكنيش وزعتر، ومعي نفقة شوفي بطني شلون منفوخ. لك شو آسف ما آسف، بدك تاكل، هدول يبرقات افتكار مو حي الله. يا افتكار، يا افتكار، الشغلة مو تعجيز. ماني حسنان، معي نفخة عم قلك، معي نفخة. حسنان ولا مو حسنان؟ بدك تاكل يعني بدك تاكل، اجبر بخاطري، الله يجبر بخاطرك. شو تعظيم الشغلة؟ يا افتكار، شو بدك تعذبيني؟ عم قلك ما في مجال، النفخة نابحتني، نبح. تعرف شو دوا النفخة؟ يبرأ من اللي قلبك بيحبه، فالشرحات تحته وهالعصعيص ويا عيني بس بدها تم ياكل. كان أسف أسف ما بحكي، لأنه أنا فطران، شنكنيش وزعتر، ومعي نفخة شوفي بطني شلون منفوخ. لك شو آسف ما آسف، بدك تاكل، هدول يبرقات افتكار مو حي الله. يا افتكار، يا افتكار، الشغلة مو تعجيز، ماني حسنان، معي نفخة عم قلك، معي نفخة. حسنان ولا مو حسنان؟ بدك تاكل يعني بدك تاكل، اجبر بخاطري، الله يجبر بخاطرك. شو تعظيم الشغلة؟ يا افتكار، شو بدك تعذبيني؟ عم قلك ما في مجال، النفخة نابحتني، نبح. بتعرف شو دوا النفخة؟ ما بعرف. يانسون. كاسة يانسون، وخاصة من تحدياتي اللي بينلفوا بالحرير. ايه شربت. شربت؟ طيب شو بدي اعمل لك حتى تروح النفخة؟ بدك تاكل يا برا، يعني ما في هريمة، بدك تاكل كثير طيبين.
طب انت رايده تخدميني يا افنكا؟ طبعا رايده اخذ مبلوع الحفيد. خلصيني هالمعاملات، اسوقعيني اياهم، خليني انا طشن ختومي وابعتهم بعدين على مكتب المدير، بدي ارتاح ما اذا نحيني دمر. ماشي الحال، يعني هلا انا بخبي الابراءات وبنتغدى هون سوا، شو رايك؟ خلصيني. دق لك يا برقايه. حسبي الله يا افنكا. طيب ما قصدي. ليش جايب لي اياها؟ ما متوقعها. قلت لك عيد النظر بالموضوع. وانا قلت لك ما راح عيد النظر. امبارح وقع ولا شوف شو راح تعمل. وانت بتعرف اني بقدر بعمل كثير. انا ما كنت ناوي اتصل واحكي، بس الظاهر ما في فايده. هويها. ايه راح هويها ولا نشوف. وقعت له؟ ما وقعت له، ايش وعلى كيف الشغله؟ عاصم كأنه سعيد ما كتب شيء بخصوص الموضوع. عاصم عاصم حاب. يا ستي بيكون كتب بس عم يدرس الموضوع فوق. بعتي لي ورا سويل. ليش شو بدك منه؟ لا ما في غير اقدم لك طلب واشرح لك فيه الاسباب الموجبه. يلا اندعي لي ورا سويل. انا اسفه موزي. يلا بسرعه. اياك الاداره يا بلا. اخر ايامك يا بلا. انا بورجيك يا عاصم. بس صار ماي بده يوقع. لك بالاول ما كان عم يسال، ليش هلا ما بيرضى يوقع؟ بده يوقع غصبا عنه. انا ما كنت ناوي اذيه، بس بدي احرق نفسه طالما عم يكبر راس معي. بدك تحكي مع ابن عمك؟ طبعا بدي احكي، انا كلمتي ما بتنكسر هون. شو الحكي؟ معقوله؟ معقوله ابن عمك يحكي معه بهيك موضوع؟ انا ما راح اقول لابن عمي انه المدير ما عم يوقع جدول الاضافي. لك كان شو راح تقول له؟ راح اقول له انه المدير عم يضايقني بس. وبلكي المدير حكى له لابن عمك. ايه ما بيسترجي، بس يعرف انه هو على الخط بصير يرجف وبيخاف وبصير يضوي فنارات. اهلين بسهيل. اهلين اهلين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. عود لقلك. شو بتشرب؟ شاي لما قهوه؟ ما في داعي استاذ، معلش ما في داعي. لا ما بصير، لازم تشرب شيء. معلش استاذ، معي نفخه. لك اخي ما بصير، لازم تشرب شيء. خلص استاذ لا تعصب. باخذ ينسون. ينسون تكرم عينك. يا سميره يا سميره وصلنا. يا سميرة وصلنا على واحد ياسون وواحد شاي. سميرة لك ليش ما عم تردي؟ ما شفتها وانت فايق؟ انت بلا راحت لعندي هي على المكتب وهي جابتني لعندك لهون. لك سميرة تضرب بها القسم الهي. بعتي واحد شاي وواحد ياسون لمكتبي. طلعت لحالة رايحة على البوفيه. لك انا بتعجبني السكرتيرة اللي هي بتعرف شغلها بدون ما تقلها. خير استاذ، ليش طلبتني؟ شو اخبار سعيد؟ سعيد سعيد مسكين الله يعينه، المشاكل نازلة عليه مثل زخ المطر. لك انا مو عن هاي الشغلة عم بسأل. لكن عن 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 اي شغله. بصراحه انت مو غريب، ياسر عم بتلاعب بجداول اضافي، انا ما بقدر عليه. قلت لحالي ما في غير سعيد يوقفوا عند حده. ليش سعيد يعني عدم المؤاخذه يعني شو دخله؟ سعيد موظف عادي عنا هون، موظف عادي بس بيطلع بايده كتير برا. انا قلت لحالي يعني اخي انت مو غريب، اذا بيسفق لنا ياسر تقرير بيطق له برغي وبيجيب لنا خبره وبيخلصنا منه. اما سعيد ما بيشتغل هالشغله. بلكي اذا انت بتحكي معه كمان، انت صديقه وفي صراحه بيناتكم. بخصوص شو؟ قل له اياها بالمشرمحي، الحكي اللي حكى لك يا المدير عن ياسر صيغه بتقرير وارفعه للجهات العليا، وانا مستعد كون شاهد. اما سعيد ما بيكتب تقارير. الفها سهيل،
كل العالم تعرف هالشي، لا تعمل حالك ما بتعرف. ماني بس الشغلة طلعت إشاعة مو حقيقة. شو إشاعة؟ أنا في ناس أكدوا لي إنه شافوا التقرير بعينهم. وأنا كمان في ناس أكدوا لي إنهم شافوا التقرير بعينهم، بس الشغلة كلها طلعت مفبركة. إشاعة عملتها افتكار. ليش؟ لأنه سعيد إجا اشتكى علي إلك. ما بصير الحكي، أنا معتمد عليه. شو إشاعة ما إشاعة؟ طول بالك يا أستاذ، معلش طول بالك. أنا كمان مثل حكايتك كنت أخذ حذري من سعيد، بس الشغلة كلها طلعت فانصو. عن إذنك عود هلا بيجي الياسو. معلش بشربه بمكتبي. سهيل خلي هالحديث بيناتنا، ها اوعى تخبر حدا. على راسي استاذ، ما بدي ذكرك. ولو بأمركم استاذ، عن إذنك. الله معك. جيتي؟ أهلين وسهلين. مرحبا. أهلين، شلون بتروحي من دون ما تتركي خبر؟ كتبت لك سأعود بعد قليل. ما بكفي تكتبي لي، بدك تخبريني إذا سمحت لك بتروحي، وإذا ما سمحت لك ما بتروحي. أنا المدير بنهاية المطاف. خلاص بقى فضحتنا، بس ما عم بيقول عن كل شيء عمله سودا. ما بصير يا سميرة، نحن صحيح العلاقة بيناتنا أخوية، لكني أنا المدير ولازم تحترمي هاي المسألة، أقل شيء لازم تراعي هالمسألة قدام الناس. أنا مراعيتها. في شي مرة رديت بوشك قدام الناس؟ على طول أمرك وحاضر. عرفتي؟ السيد سعيد طلع ما بيكتب تقارير. شو عرفك؟ خبروني. طلعت الست افتكار هي اللي مطالعة الإشاعة. شو بده منك؟ ليش بعت وراك؟ يعني ما بدك تقلي؟ ما في شي ضروري، يعني بعدين يا افتكار، يعني عدم المؤاخذة، ضروري تعرفي. يعني سر؟ مو سر. بس يعني موضوع محرج، يعني الرجال متضايق وطلب مني مبلغ. أعطيته؟ منين بدي أعطي؟ سم الموت، ليش أنا معي إخ النقلة؟ قديش المبلغ؟ 1000 ليرة. شو عم تسوي؟ مسيك، هي 1000 ليرة، تروح بتعطي إياهم، ما بدي إياك تطلع بسواد الوش قدام العالم، خود. اختي خلاص ما بدي، خلاص هو ايش بيدبر حاله؟ شلون بيدبر حاله؟ ما بصير هالحكي، يعني ما حلوه انت رجال تقول ما معي، خود امسكه. لا خلاص، وهو رجال كمان، هو مو رجال، يدبر حاله يظبط اموره هو. ايه لا، بس انت رجال غير شكل، مو مثله. شلون يعني غير شكل؟ مثلي مثل هالعالم. لا مو مثلك مثل العالم. يعني يا سهيل ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني الصراحة أنت فيك شيء هيك سبيسيال ملفت للنظر. سبيسيال؟ شلون يعني سبيسيال ملفت للنظر؟ يعني أنا بجوزها، أنا بيني وبين نفسي إذا فكرت بجوز أقول لحالي يمكن لأنه حديثي حلو وصلب، بس يعني النظر مين؟ نظر النسوان. قريبة من هيك، كل ما رحنا بدنا نخطب وحدة بصير بدنا مغارة علي بابا والأربعين حرامي. ايه انت الحق عليك، دور على غيرهم، روح اخطب البنت اللي هامومها أمرها يلي مستعدة تعيش معك تحت الدرج، مو هدول اللي بيتطلبوا. تاكل يا براد؟ افتكار يا افتكار، مو بعينك شايفتيني عم اشرب ينسون؟ معي نفخة ماني حسنا. ايه لا تآخذني سهيل، بس تروح النفخة اللي مشان تاكل يا براد. بالمناسبة من هون ورايح صرنا ديني سناء، قررت اني اقدم طلب للنفوس. طلب ايش؟ رح اغير اسمي. شو طلبت انا من ساعة؟ ليكون استاذ جاهزي، صابون جاهزي. صار لي ساعة حاكي معك، هلا عم تصب لي اياهم؟ انت سكرت من هون، اتصل استاذ ياسر قال بده 2 شاي على السريع، ايش شو شايفني انت؟ كمبيوتر اكبس زر تلاقي شاي على طاولتك؟ لا مو كمبيوتر، بس صار لي ساعة حاكي معك. هو قال بده اياهم على السريع، شو بعمل لك له؟ الاستاذ ياسر رئيس قسم، انا المدير، مين ما طلب تاخذ له بعدي. انت روح قل له هالحكي،
انا اذا بدي اقول له هيك بيخصمني الاضافي تبعي. انت بتعطيني الاضافي شي تبعي؟ لك يا ابو طارق يا عيوني، انا بس كنت حابب نبهك، نحن صحيح العلاقة بيناتنا أخوية، يعني مو مدير وآذن بس قدام الناس ما بصير. طيب خلص أستاذ روح أنت، أنا هلا بجيب لك ياهو. خلاص؟ خلاص يلا. مرحبا شباب. أهلين، جيت والله جابك، كنت بتروح لعندك. شو هي؟ وقع لي المعاملة. على كفالتك. خلاص على كفالتي. خير؟ شبك تيسير؟ سلامتك يا سيد. لك يا شباب زعلان؟ أهلين مدير. شو صار بجدول الإضافي؟ عادوا مثل ما هو. هات لشوف. لك قديش شفت ناس بعنادك وكبر راسك ما شفت. مو عناد مدير، بكل الدوائر هيك المسائل، يعني هلا بس بهالدائرة بده يطبق النظام. امسيك، لا تأخر الدفع على الشباب. يلا سلام. وين مدير؟ وين؟ تعال اشرب شاي اذا بتحب. لك شفتوا؟ هاتوا الرهن. شو؟ راحت النفخه؟ يعني احسن اخف بشوي. امي معناتها بتقدر تاكل يبرا. ما بقدر باكل يبرا، طولي بالك، بخاف ترجع لي النفخه. شلون يعني ما بدك تاكل من اكلي؟ بعد ما تاكل من طبخاتي انا متاكده انك حتغير رايك. يا افتكار يا افتكار سناء. طيب اف يا سناء يا سناء، انا الاكل كله عندي مثل بعضه البعض، يعني شلون بدي اقول لك ما بتفرق معي. ان طعمتيني بطل اف يا بيت او طعمتيني اف لحم مشوي نفس الشيء. لا 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 طبخاتي غير شكل. دو دو انا متاكده انك حتغير رايك. ماي حتمان خلص بكره اف مشي لهون وما بفطر بالبيت مشان اف اقدر اكل من اكلاتك. نفس بكره اليوم تعي شو خدهم معك وبس تروح النفقة بتاكل منه. طيب انت يا سناء شو بدك تاكلي؟ شو بدي اكل؟ لك اذا اكلت انت كاني انا اللي اكلت، افهمها بقى. طولي بالك وفاء، ان شاء الله ما بيصير الا الخير. انو خير؟ انو خير؟ اذا صار للولد شيء انا شو بدي اقول للناس؟ طولي بالك، خلاص طولي بالك. كان لازم تسفقوها كفة تهرولها سنانها وتشلحوها الولد، مو شو ما قالت تقولوا ايه؟ جبتوها لعندي قامت علقت بالولد بزيادة. نحن عرفانين هيك بده يصير. لازم تحسبوا هالحساب من الأول. لا تزعلي مني ست جمانة، تربايتك أنت وأخي سعيد ما بتسوى. وفاء، هلا وقت الحكي؟ لا وقته. أول شيء ابنكم الصغير ضرب جوزي بالسيارة وتوكم. ثاني شيء بنتكم خطفت الولد وراحت، شو ساوي أنا؟ طولتوا انتوا كمان. شو هالولاد دول؟ الله يسامحك يا سلوى، ليشك عملتي فينا؟ شو سعيد شو صار معكم؟ وينو منصور؟ منصور متنح برا، ما بده يفوت، ما بفوت على بيت غرباء. وهي ما لقيناها، ما خلينا ارني انا ومنصور وما لقيناها. وين بدها تكون رايحة يعني؟ الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم، بسببكم جوزي بالمستشفى وابني ضاع. توكلي على الله، خلص وفاء، توكلي على الله. يا حبيبي يا ابني، يا ترى شو عم ياكل هلا؟ مساء الخير عمو. اهلين عمو مسمون. عندك حليب الاطفال؟ ايه عمو. اعطيني علبه. على راسي. تفضلي عمو. عندك حفاضات الاطفال؟ ايه عمو. اعطيني علبه. لا تفضل يا عمو. حط لي اياهم بس. على عيني. سلام. وين وين عمو؟ مصاري؟ ما معي مصاري. تركيهم هون عمو ولا بما تجيبي مصاري وترجعي؟ بكره بجيب لك. تركيهم لبكره وبتجيبي مصاري بعدين تاخذيهم. شو بتريد يا اخي؟ تعال تعال خذ ثمانية. تعال بعدين. شو القصة؟ شو بدك؟ ما بدك حليب؟
التليفون ما معي، معي بالبيت. شي بعطيك بشي من غير سلبية. هاد لاقيه ما حبيت. أكيد؟ إيه إيه طيب. أنت كم ولد عندها؟ صبيان وبنات. ما صفي غير مرتك شبهها؟ ما فاتت لعندي لهو. انت اولادك كلياتكم فتوا لهو. الزام حدودك ها؟ تربايتك لاولادك ما بتسوى. مو شغلتك هاي. لا طفلتي، لانه حضرتك مقلفهم وانا مبتلي فيهم. لك عمي انت مبتلي فيهم لانك عم تقبض راتب بالشهر، ليش عم يقبضوك؟ يعني اذا عم باخذ راتب ما بيصير ارتاح؟ قسما عظما الدولة ما تدرى انه في اولاد مثل اولادك لتزيد لي معاشي طاق دبل. انت بتعرف انه كلها مصادفات غير مقصودة. ما في شيء بالصدفة، لو مو راخيلهم الحبل ما بيفلتوا. أولادي مو فلتانين، أولادي مربيين أكثر من غيرهم بكثير. واضح من سجل العدلي. فهمنا بقى. فهمنا. إذا معك شوية سلطة بتركب على ظهرنا، فهمنا بقى. لا تكبر كلام، أحسن ما عدلك إياها مثل هذيك المرة. على نصطة. لا مو على كيفك. اسمع لقلك، هذيك المرة ما رفعت عليك دعوة مشان ما أعمل مشكلة، ما كنت حابب يصير عي، بس هالمرة برفعها، فهمت؟ أنا مواطن ولائحات حقوق الإنسان هيك بتنص. بابا 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 ما صار شي حبيبتي أنت. نفدت والله نفدت، ما راح عدلك إياها قدام بنتك، بس بأقرب فرصة بوعدك. سم الهاري ان شاء الله. امشي بابا امشي، امشي حبيبتي امشي امشي، انا امشي بالبلد امشي. اعطينا يا هات عنا، خلي معي شوي وحدي وحدي كمان على الوادي، خلي معي شوي. كتر خيرك وفرت علي روحة ملاهي. هات لقلك امدك لها منك لها منك لها منك لها منك. امشي يعني ما فكروا فروجوا اكلوا. استني لقلي تعي لشوف، احكي لي شو صار معك بالتفصيل. قالوا بدهم يشتروا الحليب لانه الصيدلي ما رضي يعطيني ببلاش. الله لا يوفق الصيدلي، اول مره بسمع انه صيدلي ببيع بمصاري. ايش صار؟ طلعوني بالسياره. ايه قال لانه ما معهم مصاري، المصاري بالبيت. لك ايه وبعدين؟ وبعدين فكروني بنت شوارع وصاروا يتحرشوا فيني. اما صرت صرخ وكمشت السائق من رقبته، ما عاد عرف يسوق. ليش كم واحد كانوا؟ السائق وهداك الحقير. وبعدين شو صار؟ صف على اليمين. ايه وتجمعت العالم علينا وجابوني لهون. لك الله لا يعطيك عافية، أنا مو كل خميس بجيب الجرايد مشان تقري صفحة الحوادث. خراس أنت اللي عارف تحكي. بقراها كل خميس بقراها. طيب ما تعلمتي منها أنت، ما تعلمتي منها. الإنسان لا يتعلم إلا من تجربته. شو هالحكي؟ استنى شوي، لا تضوج علي، ما دخلني أنا. بيتعلم الإنسان من تجارب غيره كمان، عم تفهمي؟ ما أنا جايب لك الحوادث كلها مشان ما تتعلمي من تجربتك. الله لا يعطيك عافية وتعلم العصي بجنابك، رح تضربوا أنتوا بيت النايحة كلهم. امشي قدامي. هاي ابنك رجع لك سالم غانم الحمد لله. يسلموا ايديكم. لازمك شي وفاء؟ سلامتك، بس لا تاخذوني، حكيت حكي ما بيسوى، بس كنت خايفه على الولد. معك حق. ليش ما معك حق؟ لا ما معي حق ست جمانة. خلص وفاء معك حق. بسيطه، بتوصي شي؟ سلامتك عمو، انا ماني نسيانكم من الشوكليته، بس لانه اسنانكم بيسوسوا هلا عم تبدلوا، بعد ما تبدلوا خبروني. يلا يلا خاطركم. خاطرك وفاء. مع السلامه. الله معكم. مع السلامه. أنا بحياتي ما مديت إيدي عليكم، وإن شاء الله ما رح مدها، بس لا تعملوا لي ساعة مهزبين وساعة ما بتسوى بنوم. خلولي شوية عقل براسي قدر كمل فيهم رحلتي مع هالدنيا. إذا حابين أبوكم يجن وتلحقوه بالشوارع قولوها مشان نعرف. يا أخي يا سعيد، أنت كمان دير بالك على حالك، الأولاد عم يتعلموا منك. قال له الخط الأعوج من التور الهايج. تضرب أنت والملافيز، شو عم بعمل أنا؟ يا أخي يا أخي، ما في مرة أخذت تاكسي إلا وطلعت مكسور، وكل مرة الحق عليه. ولك أنا شو دخلني؟ شو دخلني؟ أول مرة السيد علاء، وتاني مرة الكاميون، وتالت مرة أولاد الحرام. شو أعمل أنا؟ شو ذنبي؟ لا تشتغل على التاكسي من الأساس. يبقى من الأساس شو اشتغل؟ شو بدي اشتغل؟ تقدر تشتغل محاسب؟ لك بشتغل ضراب الطبل أنا. خلاص من بكرة رح أحكي لك مع أبو شوكات. مين أبو شوكات؟ مدير الكازينو اللي كنت اشتغل فيه جارسون ايام الجامعه. افلح وباسا قلع عينه وكسر راسا. بدك تشغلني بالكازينو؟ ايه شو فيها؟ بده يشغلك محاسب مو رقاصه. رقاصه؟ لك دخيل ملافزك انت الثاني. طلعوا لي كازينو ورقاصه قدام الاولاد، ما هيك بينحكى؟
ما بدي اشتغل بالكسر وكل واحد يتمزورني شكل انا. لك يا اخي مين بده يتمزورك؟ انت رح تقعد جوا بالمكتب مو بالصاله انجيجي وما انجيجي وفستق حلبي. سعيد انت روح شوف بالاول وبعدين احكم. خلص بكره بروح. لفوا لي الحديث قدام الاولاد. اخي سعيد من بكره الصبح بتمر لعندي على الوظيفه مش هروح انا وياك. خليك تعشى معنا. ما بدي اتعشى صديتوني نفسي. الله يصد نفسكم انتوا الكل. لك طول بالك شباب. لك ما بدي ما بدي. اسمع انت وياها وياه. انا قدام عمكم مسكت اعصابي وما رضيت احكي معكم. بس من هلا ورايح علي ما علي بالبكله. بابا خلينا نساهم معك. وعيت الفاره الا القط اسم الله. قالت له انت بعد عني وانا بالف خير من الله. انا ما بدي مساعدتك. بتساعدني لما بتدير بالك على تصرفاتك وعلى سلوكك. ما راح اضربك. سعيد انت ليش ضد؟ الاولاد بيقدروا يساعدوك. شلون بيقدروا يساعدوني؟ بعد فتره بيصير الانقطاع من شان الفحص. كل واحد منهم بيشتغل بشي مطعم او حيالله شغله تانية. انا بفتره الانقطاع بدي اياهم يحضروا حاله للفحص مو يشتغلوا. اصلا ممنوع يشتغلوا الاطفال بقرار من اليونيسيف. طررن. ابن عمي. نعم يا عيون ابن عمي. بتزعل اذا قلت لك؟ قولي. لا بتزعل. ما بزعل. لو بزعل ما قلت لك قولي. بدك تشتري لي سيارة. وليش بقى؟ ما عاد يمشي حال السرافيس معك؟ مو سيارة حتى اركب فيها، تاكسي. انا ما بعرف سوق وانت ما بتعرفي تسوقي، مشان شو التاكسي؟ بنأجره وبنستفيد منه. ليش انا منقص عليك شيء حتى تفكري بهالشغلة؟ لا بس بعدين. لا تفكري بعدين. إيه معنا مصاري بكفونا 3 سنين لقدام. بدك تعمل حسابك 50 سنة لقدام مو 3 سنين. إيه انا اذا عشت 3 سنين الف نعمة من الله. لا ايش بدي لبك حالي ب50 سنة. إيه مو مشانك ابو زهير، مشان اولادك. اولادي كل واحد منهم قد الجحش وكل واحد بايده صنعة مو محتاجين. مو اولادك من مرتك الاولانية. لكن من مين؟ منك؟ ايه. واحلى تاكسي لوحيد تكرم عيونك. وليش وحيد؟ قلت هيك بلحق خلف غيره؟ ان شاء الله. فكر لي حالك بدك تخلف لي ولد واحد وتحط راسك. لا حبيبي بدك تخلف لي 10 أولاد وتربي لي اياهم لحتى يصيروا شباب. معقول اعيش 30 سنة كمان؟ ان شاء الله مو 30، 40 و50 سنة لقدام. قول ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع لموضوعنا. موضوع التاكسي؟ ايه. ما بدي اياه الولد يفتح عيونه ويلاقي حاله فقير. بدي اياه يكبر ويلاقي الدنيا ضحكانه بوشه. ايه الحق معك. بدي اياه اذا لا سمح الله ما شافني يقول كتر خيره ابي اللي ورتني، مو يقول الله لا يوفقه لانه خلفني. حاجه تقول هالحكي. ان شاء الله يربى تحت جناحك ويركبك التاكسي وياخذك مشاوير. ايه مو مثل هدنك اولادي الله عدمني اياهم. هدنك اولاد عاقين. خير افتكار خانم. الله لا يصبحك بالخير ابو طارق. سناء سناء نزلته الاعلام. يو نيد شي؟ لا ما بدي شي. صباح الخير استاذ سهيل. الله يسعد لي هالصباح. لك صباح الورد والياسمين والزنبق والرياحين والهرجايه وتم السمكه. صباح النور. طمني كيف اليبرقات مبارح؟ ان شاء الله عجبوك. كثير ظرف. بس تلقيني اذا بقول لك انه قضيت الليل كله ما عم بقدر نام، صار معي نفخه. يا على قامتي ان شاء الله اكثر مالك منفوخ. على فكره انا ربيت بيت ممتازه، نياله جوزي علي بكفي طبخاتي طيبين. نياله ما بدنا نحسده من هلا. بتعرف استاذ سهيل انا رح ساعد جوزي كثير. راتبي وبيتي وما رح اطلب منه اي شروط بالمره. نياله اللي بده ياخذك انت اصلا. اللي بده ياخذك بده يتهنى كثير، مو مثل حظي انا. الله لا يوفقهم وحده تقول للثاني. مين هني؟ هدول اللي خطبتهم. كل وحده معنطفه اكثر من اللي قبلها. لا تواخذني بهالكلمه سهيل، انت الحق عليك. بتدور لي وين في بنت معنطفه وتحط عينك عليها. ايش وانت مفكره كل البنات مثلك؟ نادر يلتقى وحدة هيك مثل حكايتك. فكر مو معنطظة.
صباح الخير. صباح الخير. الله لا يصبحك بالخير. لك الله لا كان جاب الغلا. شو جابك هلا على الشغل من امتى والشمس ترقعنا؟ فوني مالك فوني مالك، الرجال عم يقول صباح الاف صباح الخير صباح النور. شو اني سيفتي كار، كانك مو طايقه شوفتي. سناء صار اسمي سناء، غيرته سعيد. عفوا لسه اخذ علي اسم افتكار. نسيت اني غيرتي افتكار. لا تواخذينا انيسه. سناء شو كانك مو طايقه شوفتي. بالعكس سعيد بالعكس، انا الحقيقه بدي اياك تدير بالك على حالك على مرتك واولادك. انت مو مثل العزابي تنبق قبل الضو هون. شو جابك هلا؟ كنت تطالع عيوني لتعطيني إجازة. شو عدا ما بدت خيلتي؟ شو صاير؟ نيالك يا نيالك يا عمي، العز اللي صاحح لك مو صاحح لحدا. يا ريتها بتعزني مثل ما بتعزك. صباح الخير، اطلع لبرا. شوفي لك اطلع لبرا عم قلها. ان شاء الله جمانة مو صاير لها شي. بس لا لا لا، بعدين ليش عم تسأل؟ شوفي شوي يطلع لبرا. عاجي بقى عيب تحكي بهالطريقه. خفت تتحقق مقوله المساعد، لانه ما بقي غير مرتي ما فاتت على المخفر. لك اخي ما في مخافر ولا شيء، عم لك اطلع لبرا يعني اطلع لبرا. منصور لا بقى تعيط من المديريه. لا بقى تعيط، فضحتني. شوفي ابو زهير بعرف انضرب على قلبه وتجوز. لك مو مشان اتجوز، بده يبيع البيت. طيب شو ساوي له؟ انا بحكي معه بعد الظهر. لك شو بعد الظهر؟ جايب معه شراك. لك بدلتنا وانت شرطه. فوت لك هو اخي، شو بك انت الثاني؟ فوت روح. احكي معه انت. طيب لك يا اخي شو بدي احكي معه؟ انت كبير العيله، انت كبير بيت النايحه، بينام على ايدك. انا بدي حكي ما بيطلع بايدي. نايح اخذ اجازه، هلكتوني انتو بيت النايحه. لا بعد تعيط. أنيسة افتكار وقيلي إجازة. سناء مو افتكار. عدم المؤاخذة، نسيت إنك ما بتحبي اسم افتكار. بطلنا ننادي لك افتكار، وقيلي إجازة. طبعاً. شغلتي نص ساعة ما بطول، بخلص وبرجع. لا ترجع، خذ راحتك. وين بدي آخذ راحتي؟ أعمل لك شغلتي كلها نص ساعة، مو مستاهلة، برجع. يا أخي ما حدا قال لك تبرر لي، لا ترجع، ما بدي إياك ترجع، ما بدي أشوف وشك، حاجة تأكدنا وخلصنا، يلا. ماشي، خاطرك أنيسة افتكار. عفواً، نسيت إنك ما بتحبي اسم افتكار. عندي خلقك مثل الملح على ظهري. سهيل جايبت لك جاتو شغل ايدي. ما باكل حلو عند الصبح، انا ما باكل حلو، يسلموا. شو بتاكل لك؟ انا بحب الحامض الصبح. يبعت لي حمه، باخر لحظه كنت بدي اجيب الملوخيات ما جبتهم معي. معلش احسن انك ما جبتيهم معك، لانه ما حدا بياكل. عدم المؤاخذه، يعني يا سنة ملوخيه على بكره الصبح. شو بتحب تاكل عند الصبح؟ عند الصبح انا اجمالا باكل، يعني بدك تقولي بيضه ممعوسه هيك بمعسه، وبرش عليها شويه ملح وشويه زيت وشويه كمون، وجنبها هيك سندويشه لبنه من هي الكبتين الممعوسه كمان، وباخذ معهم كاسه شاي. هي لبنه وهي بيض وهي صحن وهي السكينه مشان نفعسهم. طمني مالك طمني مالك. طيب خلص ماشي، امري لله. طالما هيك رح نروح على البوفيه جيب كاستين شاي واجي. ليش البوفيه؟ بلا بوفيه بلا بطيخ. هلا شاي ابو طارق بينشري. لكن بناكلهم هيك عالناشي. استناني هلا انا بروح بعمل لك شاي وبرجع. صحيح كمان معي بيتي فور اذا بدك تسلى لبين ما اجي. العمى مفضي النمليه تبع البيت كلها وجايبتها لهون. يا اخي ايدي بزنارك، افتح الباب. بطلت ما عاد بدي اشتري بيت. يا حبيب قلبي ما بقدر افتح لك، بعدين بذبحوك وبذبحوني، انا بعرفهم هذول اولادي تربايتي. بعدين اكيد الا ما يجي حدا، اكيد هلا بيجي حدا. طول بالك حبيب قلبي، اتفق انت وياهم وبعدين قرر بيع. لك عيب يا شباب، هلا بيجي عمي سعيد وبحل هالموضوع كله. عمك سعيد شفناه فوق وشفناه تحت، شو طلع بايده؟ هي جواز وما منعه منه. بالنسبه للجواز ابي معه حق، بس هلا ما معه حق. لا معه حق ولا شيء، هذا واحد خربان ولازم نوقفه عند حده. لك افتح. ما بفتح. ليش يا اخي سعيد؟ عم اقول لك افتح. ما بفتح. يا عم وين هو؟ مثل العاده مسكر على حاله. افتح ابو زهير. ما بفتح. لك افتح يا ابو زهير. لا ما بفتح. طيب تعال الشباب تعال هلا. جاي
افتح الباب وخلصني. ما بفتح لحتى تخلي الساحة. اخلي الساحة؟ شو حربية؟ ماشي. اسمعوا عمي، أنا مع أبوكم بجو مشحوم ما بقدر أتفاهم، شو رأيكم تضو؟ يلا. لا عمي، هذيك المرة رحنا وصار اللي صار. هالمرة غير هذيك المرة، القانون بيسمح له يتجوز، بس البيت ما بيحق له يبيعه. إذا بينباع البيت أنت المسؤول عمي سعيد. ها طول بالك سهير، خلص عم قلك الموضوع عندي. أمانة برقبتك يا سعيد، أولادي ما بيتعرفوا علي إذا صفيت بلا بيت. خلص أم سهير، عندي عندي. تعرف يا سين، أبوك معه حق يتجوز، لازم أنوسه. يلا تيسروا. يلا لك، يلا لحلا، يلا لك، الله يرضى عليك مو وقتها. يلا الله معكم، مع السلامة. افتحوا بسهير سيارة. راحوا. شو؟ أمان؟ أمان افتح خلصني. يلا. ما بدي اشتري، ما بدي اشتري. تعال بدي بمشيك الواف. لك انا واف ما بدك تضلني. فرش علينا. لك بدك تشتري البيت او لا؟ لك عجبكم هيك؟ طيرتوا الزبون. لك ابو سهير انت ما بتستهي على حالك، انت المفروض تحل لنا مشاكلنا لانك اخونا الكبير، مو نحن بنحل لك مشاكلك. مشاكل شو؟ لك انا بس بدي افهم، عامل شيء غلط؟ لك شو عامل شيء غلط؟ شو عامل فكر حالك مالك عامل شيء غلط؟ بيع البيت صح؟ بيتي وحرفي. لك ايه ومرتك؟ بكفيها غرفة بشتريها. طيب واولادك؟ مو بحاجة، امنتوا كلياتهم. يا ابو سهير انت ليش بدك تبيع البيت؟ محتاج مصاري. لك شو بدك تعمل بالمصاري؟ لابني. الو ابن؟ سعاد حامل. بدي أأمن مستقبل الولد. بكره اخواته ما بتعرفوا عليه. وانت لحق؟ لسه ما صار لك متجوز كم يوم؟ وقديش بدك اياها تستنى حتى تحبل؟ بعد 40 سنة مما نتجوز؟ كل النسوان بيحبلوا بعد كم يوم. اسمعني يا ابو زهير، قيمني من هالسيرة عن بطولتك. طالما زوجتك على قيد الحياة، أولادك مو موافقين، ما بيصير تبيع. أولادي كل واحد منهم أمن حاله. وحرمتي بجوز تعيش 100 سنة. إيه ما بدي ضل أقعد من الصبح للمساء ادعي حتى يخطف نفسها. بترجاكم لا تدفعوني على الاسم والخطأ يا جماعة. يا أخي يا أبو زهير استهدي بالله، ابنك اللي بده يجي عنده بيت، احسبه مثله مثل بقية هالبهايم اللي عندك. يا أخي ليش عم تميز؟ لك هدول البهايم اللي عندي أمنوا حالهم، أنا كنت فوق راسهم، هدا خايف ما أكون فوق راسه، يعني لازم أمنه قبل ما شو اسمه. هلا بس يجي الصبي منصلي على النبي، يعني ليجيك الصبي منتصرف. فهمني ولا انت ما رح تفهم علي؟ ابو السعود اللي بفهم علي. يا حبيبي يا ابو السعود، اذا متت قبل ما يخلق الولد ما رح يحصل ولا فرنك بعد ما يخلق. بعد عمر طويل الله يمد بعمرك، نحن شو عم نساوي اخي؟ خلص اعتبر ابنك عندي. انت بدل واقفين ضده، شلون بعد ما يخلق؟ اخي ابو زهير لا تواخذني، انت خرفت. سد حلقك لصدكه، انا ما تدخلت بحياتك منوب، مو كل واحد يجي يعلمني. يلا الله معكم، الله معكم. ليه؟ طول بالك منصور، طول بالك، لا تضوج ولا تعي. خلص طول بالك، بعتذر، طول بالك. معقول ابو زهير يقلعنا؟ اخونا هاد. ايه سيدي عم قلعكم، واذا بدكم تضلوا هيك لا انتوا اخواتي ولا بعرفكم. شلون يعني؟ اذا عم ضربكم انا اخوكم الكبير، شو ما بقول لازم تقولوا ايه، فهمتوا؟ لسه واقفين ضدي كاني عامل شي جريمه. امشي اخي سعيد امشي، مالك شايفه شو عم يقلعنا؟ اسمع منصور سبقني لاحق. شو لاحق؟ رجلك على رجله، الله معكم، ما بدي حدا يضل هون. يلا اخي ابو زهير بكره بتعتازني ما بيجي، من ورا الشبك ما بحكي معك لا زياره ولا تنفس، راح تندم. نميتك على حالك، واذا بتشوفني بالطريق لا تقول لي مرحبا ولا تعتبرني من بيت النايحه. الله معكم. امشي اخي سعيد امشي. يلا نايحين فهمنا. هيك دائما بتحيز لنسمع كلام منه. منصور هذا اخي قطع قلبي، ما بصير اتركه لحاله. يا اخي لا تحمد له. امشي امشي امشي. شو العين ان شاء الله مطرح ما يسري يمري صحتين وهنا. يا هنا هلا صار وقت الحلو. شو رايك ادق لي شقفة هالجاتو؟ هي نص إلك ونص إلي. مو مشانها رهير أنا بس مدلي. إيه ما ليش في داك بنمسحها للطاولة. مشان نختومة مشان نختومة. بسيطة. هلا الواحد بيقدر هيك ياكله هيك لقمة حلو ومعدته بتكون معباية مو على الإتخ على الري. شو؟
طيبين ولا مو طيبين؟ طيبين طيبين، بس كأنه فيهم شوية طعمة زنخة. عملتيهم سمنة بلدي ولا سمنة سوق؟ هلا شو بدنا بالسمنة؟ بشكل عام طيبين ولا مو طيبين؟ طيبين طيبين، بس كأنه كأنه سكراتهم شوي، السكر فيهم قليل شوي، كأنه ما بعرف ليه كأنه حسيتهم سكر قليل يعني. هلا شو بدنا بالسكر؟ بشكل عام طيبين ولا مو طيبين؟ طيبين طيبين، أنا رأيي يعني هو بشكل عام بشكل عام طيبين، بس كأنه العزيمة تبعهم العزيمة طالعة عويش، كأنكم صاحبين من نصهم قبل بقش بقش. يا حبيبتي بعد تحمل العناية الفلة، أنا ما لي حس السمنة منيح، بس السكر الفلة بتحس أجواء دائما. أنا عم بمزح معك، هم طيبين كثير. أنا أصلا بحب الحلو سكر وقليل شوي الحلو، ما بحب السكر كثير حلو. بعدين أنا بحب الخبز العويش كثير. هو بيني وبينك أنا اللي عملت الجاتو يا، بس حطيتها برقبة جارتنا لما حسيتك ما حبيته. أمي كانت تسألني دايما نقطع عمرك يا سهيل، شو بتحب الأكل اللي ما بيتاكل؟ فعلا. مرحبا. الله لا تنزل بالغلا. محلت الفتر؟ ايه انحليت. اذا ما انحلت الجاحل برفعك انا حضور. افتكار انت شو قصتي؟ انا صناع مو افتكار، نسيته بقى. عفوا نسيت انك ما بتحبي اسم افتكار ولا بتحبي حدا ينادي لك افتكار. شو قصتك؟ ناقص شيء. روح خلصني، حل عن خلقتي، شايفتك متضايق وملبوك رايح جاي، حابة ريحك. لك انت ريحي حالك وما عليك مني، انا برتاح لحالي. ناقصنا هلا صار سوائل ومواد صلبة، لك بهدلتوا لنا المكتب. شو بو هذا مبنشر اليوم؟ نهلا ما في سؤال اذا سالتك؟ لا ولو تفضلي. انت كيف عم تدبري دروس الخصوصي؟ جماعه طلبوا مني وعن طريقهم تعرفت على جماعه تانين وهيك حتى صرت معروفه. وقديش عم تاخدي على الدرس؟ 500. كم ساعه عندك بالاسبوع؟ 6 ساعات. يعني عم تطالعي بالاسبوع 3000؟ يعني 3 4 حسب. نهلا ما بتعرفي حدا بده دروس خصوصي؟ ما بعرف، بس عندي تلميذ يبعث له قلت له شو مخصميك، بعرفك عليه، بلكي على ايدك بصير بيفهم. امتى فيكي تعرفيني عليهم؟ اوف كل هالقد مستعجله؟ اكثر ما بتتصوري، بدنا بحر من المصاري لحتى نسدد ديوننا. ان شاء الله بهالكام يوم بعرفك عليهم. بتقدر تبلش الشغل من بكره، اليوم ارتاح. الله يريح بالك، وقديه الراتب معلم؟ يعني 3500. شو هالحكي؟ ليش هاد قطاع خاص ولا للدولة؟ شو رأيك أنت؟ على هو الرواتب رأيي إنه هاد للدولة. لا، قطاع خاص. إيه بس القطاع الخاص بيدفع أكثر من الدولة. أخي نحن هيك أجورنا، عجبك عجبك، ما عجبك شوف غيرنا. عجبه عجبه خلص اتفقنا. شلون عجبني؟ بدك ياني طح بالليل وبالليل مشان 3000 ورقة بالشهر. عمي أبو شوكت خلص من بكره بيجي بيستلم الشغل. ما في داعي ما في داعي، اذا من هلا هيك شلون بس يتمكن. لك اخي بلا رزقه يا رزقه بترد الروح يا بلا. لك شبك لك فتر راسي من ريحه. روق روق أبو شوكت، ما في منه كريم وسخي وعلى كيفك، انت اشتغل شهر وبعدين بزد لك الراتب. رح نقص له على عناديته وكبر راسه وما حدا بيزود له. لا تحاكيني كاني شغيل عندك، دير بالك ها انا مواطن بهالبلد ومواطن محمي وما حدا مسمح له يحكي مع المواطن. هيك بسيطة عمي ابو شوكت. مو بسيطة، قوم منصور. روق روق. لا قوم ابو شوكت، لا تواخذنا عمي. قوم تا خلص محلولة. انا ما بقدر على عندك بعتذر منك، ليش عم تساوي؟ خلص عمي ابو شوكت عندي خلص. هيك هيك بتعمل معي؟ لك احسبها انت، التاكسي الاولانيه بدها 9000 والثانيه 30 صاروا 39 قول 40، اجار بيتي واجار البيت اللي استاجرناه للرجال 3000 ورقه بالشهر، شو بدهم يساووا معي؟ يعني شو بدك تشتغل؟
باخذ ورديه ثانيه على التاكسي. لا لا لا، كل شيء الا التاكسي، نحن بغنى عن ضربه ثانيه. يا منصور كل شيء صار معي قضاء وقدر، يا ماشي على رجليك ما بتعرف شو مقدر عليك. ماشي بس العطر فيك مو بالتاكسي. ليش بني؟ شفت سواقتي منيحه. سواقتك منيحه وبتطير العقل، بس اي ضربه بتكسرك تولد الولد. لك عيني هلا بالتشاؤم امشي. حسن وضعك، غير مردك، جرب حظك. 30 مليون استاذ. هات بطاقة. رح اعطيك 300 ليرة. بتربح 30 مليون. لك إذا بتاخذ شغلة لأولادك، مو أكسب لك حسنين؟ هلا إذا ربحت وأخذت لأولادي شغلة بحجزة، مو عسان كل واحد شقة وإلك شقة كمان. شو عرفت إنه رح تربح؟ مزبوط والله معك حق. بلاها سلام عليكم. لك يا أخي ما بيصير، هلا عم نقطع بوزك لحتى تقطع بوزك أنت. لك شو الحكي اللي عم تحكيه؟ هذا الرجال عنده 3 أولاد، إذا أخذ لأولاده مو أحق منا؟ يا حبيبي يعني اذا اجاهم اولاده 30 مليون دفعه واحده يعني بينمغصوا؟ لا بالعكس بيصحصحوا معه حق. ناولني لانه في طاقه مسيك هي 30 فرقه. ادعيني تربح. روح ان شاء الله بتربح. ان شاء الله تموت. خذ لك ورقه انت كمان توفر 30 مليون. بحياتك ما رح تربح. 300 ليرة ما حيلتنا غيرهم، كنت جبت فيهم أكل للبيت كان أشرف. يا جمانة فهميني، مشكلتنا ما بتنحل لا بـ 300 ولا بـ 300 ألف، بدنا حل جذري نحن، وها 300 ليرة لا بيغنونا ولا بيفقرونا. إيه فقارونا وخلصوا، هلا إذا أجانا ضيف نتبهدل. ليش لحتى نتبهدل؟ شو عنا عزايم ومناسف؟ مرشح انتخابي أنا، مين ما إجا أهلا وسهلا منضيفه كاسة شاي أو فنجان قهوة. ومين قال لك إنه عنا سكر ولا شاي ولا قهوة؟ لا 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 الله يصلحك. ليش ما حكيتي لي؟ كنت ما سحبت نمرة اليانصي. ليش انت خليت فيي عقل؟ راح تجننوني انت وولادك، بدي اقعد ربي فيكم من اول وجديد. جمانة 300 ورقة مو مستاهلين تحممينا مشانهم. اخ لامتى بدي ضل عم بصبر انا؟ قلي جمانة هدي. ها انا تعبان وما في حيل فوت معك بالجوقة. وليش رفضت تشتغل بالكازينو؟ لك شو بدنا يسوونا ال 4000؟ ما بيحلوا لنا مشكلة، بيحلوا ركبنا على الفاضي. ايه شو مفكر حالك مهندس كمبيوتر ولا عالم زرع لحتى يعطوك اكثر من هيك؟ منيح اللي يعطوك 4000. لا لا كاني مو معبي عيني. لك شبك لا تشوفيني هيك، بس انا وقت بدي بقصدهب انا. هذا الحكي بتقوله لحدا ما بيعرفك، مو لي انا. يا عم شو مالكي؟ لك عمي انا عندي مورد ذهب، ذهب ملايين، بس تاركه لساعة الدقيقة انا. مورد شو؟ بعدين بتعرفي، بس لنتضايق، هلا مبحبحين ما شاء الله وعم نتبهنك، بس نتضايق بفتح المورد بيكفت كفت الملايين. ها حيوم طلعوا ايبك حيوس يا رسول انت مسؤول شد سعيد بكفي؟ لك شو بكفي؟ خلينا نحفر كمان شوي. ما في داعي، إذا مرق حدا بيكشفنا بنروح فيها. لا تخاف ما حدا بيمرق من هو. لك أخي ما بتعرف ساعة النحس إمتى بتجيك، لما بيقول أوانها بتجيك دورية خص نص لخدمتك وبتلقطك. ماشي خيو، خلينا نحفر المساء كمان. ما بقدر، اليوم المساء عندي عقربة مع فريق تاني بغير مطرح. وبكرة؟ بكرة عندي دعسة ولد صغير، كل يوم مع فريق. حصتك الخميس خلاص انتهينا. لك دبرنا سرور، بحي الله فريق دبرنا. ايه انا بألف يا ولال قدرت دبرتك هون، ولو مو سبيع ما ظهره محلول ومعه الدسك ما بيحسن يحفر، ما حسن دبرتك كمان هون. مين سبيع؟ شريكنا الثالث، الجمعة الجاي بتعرف عليه، اليوم ما حسن يجي لأنه ظهره محلول. ماشي، خلينا نحفر. يلا 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 حيو. طلعوا ها 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 الله خلينا ياك يا مرت عمي. اهلا وسهلا. إذا عمي سعيد هون وما له عيني يطل علينا، احكي مرت عمي خلينا نمشي. شو بنا زهير؟ معقولة يعني؟ بلكي ما عنده حكي منيح يحكي وخجلان منا. عم قلك امبارح ما نام بالبيت، ما بعرف وينه. اوعي،
اوعي ليكون متورط هو الثاني بشي ورطه. ها ورطه شو؟ مثل ابونا. لا اخي، عمي سعيد عائل ما بيعملها. ابي كمان كنا مفكرينه عائل، وما عرفنا الحقيقه الا لدب الفاس بالراس. انتو بتعرفوا شي ومخبيينه علي؟ لا مرت عمي، نحن عم نحكي هيك. مو هيك، لو ما عندكن علم بشي ما كنتوا لمحتوا لي. حدا منكن شافوا مع وحده؟ عم نمزح مرت عمي، شبك ما بتلقي مزح. لا مو مزح، انتو عن جد كنتوا عم تحكوا. الله وكيلك عم نمزح. لا تخافوا، اذا كان في عنده نوايا انا ما بزعل. احكوا لي عن جد مرت عمي، ما في شي. حليف؟ ما بحلف كذب. معناها في شي. ما في شي. لك ليش ما حلفت؟ بركة حلفت وطلع في شي بدون ما اعرف. طيب حليف انك ما بتعرف. اوه علينا. حربة. لا بقى تقول ابو حربة، شو بدها؟ قوم دروس، قوم بكره بتسقط البكالوريا. ليكن من امبارح بالليل لهلا ما نمت، انا عم بدرس. ايه بلا كذب بلا كذب، بعرف انك فقت على جرس اولاد عمي. شو نسيان انك نمت امبارح قبلي؟ انه شو جابهم هدول من قبل الضو؟ اخي شو بدك فيهم؟ حط راسك وناو. ما بقدر. معناتها قوم دروس. اخي ما بقدر ادرس الا اذا كان في قدامي كاسه شاي. ايه روح اعمل كاسه شاي. على انا ما بقدر اطلع لانه اذا بيشوفوني بيتلبسوني. ها إيه؟ استناهم ليروحوا. على بطل من هذا الزمان.